ضيفتنا أشهر روحانية في تونس والمغرب العربي، سعادة جدا باستقبال روحانية شريفة المغربية. أهلا وسهلا. أهلا بك، مرحبا بك. مرحبا بك. رمضانك مبروك إن شاء الله، كل عام وأنت حية بخير. كل عام. مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله يتعاد عليكم بالصحة والسلامة والرزق إن شاء الله، إن شاء الله وراحة البال يا رب. أمين. أنا في رمضان ديما أول حاجة شو نعمل؟ البخور. أول حاجة في رمضان حبة هي البخور، خاطر نعرفوا عاداتنا وتقاليدنا وغيره. دونك أنا كي تاخذ عند شريفة هذي تشدك رمضان الثاني وعام الجاي واللي بعده، تيلمون فيها الكونتيتي معناها جينيروز. رمضان ديما بعد شق الفطر نعملوا البخور. عادة العرب الكل حتى في المغرب هكاك، حتى انتوما في المغرب، حتى احنا في المغرب نعملوا البخور بعد شق الفطر. بعد ما نفطروا ونحيوا الطاولة، نلموا الطاولة والكل، نعملوا البخور. البخور هذاك ينحي لنا الطاقة السلبية ويعمل لنا الطاقة الإيجابية، ينحي لنا الفشلة، الخنقة، الحزن، القلق، بعد الكآبة الكل، بعد الصيام وبعد التعب وبعد نبدلوا به الطاقة مزيان البخور. ويعطينا طاقة جديدة ويعطينا سيرتو. انا تو حكيت على الكونتيتي، اما عند شريفه مش كان الكونتيتي، انت خصيصا من المغرب. احنا احنا البخور نتاعنا مغربي ومن المغرب، وفي نفس الوقت يطرد الشياطين، اعوذ بالله من الشياطين ومن شر الشياطين. مش بخور عادي، البخور هدايا موجود كان في المغرب، اللي هو الفاسوخ. الفاسوخ عندنا شجره تنوض في تخرج الفاسوخ في جويليا. سبحان الله، في شهر جويليه تخرج لنا الفاسوخ هذايا. الفاسوخ المغربي معروف، ادخلي حتى على اليوتيوب وشوفي الفاسوخ اش يعمل. الفاسوخ ينحي السحر، ينحي التابعه، ينحي العكسيات، اللي عنده الحزن، اللي عنده الكآبه، اللي عنده الخوف، اللي معطل، عنده حانوت ما يخدمش، اللي عنده قهوه ما تخدمش، اللي عنده حاجه معطله، وحتى على البنيات، على المكتوب اللي ما خدتش، اللي تعطلت، الكل في رمضان نعملوه. في رمضان راهو اعز دواء، على خاطر يبداو الشواطن مكتفين، اعوذ بالله من الشياطين ومن شر الشياطين. اللي عنده اللبس، اللي عنده المس، اللي عنده السرع، في رمضان احسن علاج. اللي هما هذوما الكل، اللي عنده اي مشكل معطل في رمضان راهو احسن علاج، على خاطر في رمضان تمشي لنا الخدمه 100%. احنا ما نسحروش وما نشعودوش وما نشركوش بالله، نداويو، والعلاج في رمضان احسن علاج. راهو تم اللي يسحروا في رمضان ما يخدموش، ياخذوا كونجي. المشعوذين الكل ياخذوا كونجي في رمضان. واللي يداوي واللي عمل، ما عندناش حاجه تاع تشعويد ولا شرك بالله ولا، عندنا الدواء وما شاء الله. انت بالعكس تخدم كل يوم في رمضان؟ نخدمه كل يوم في رمضان، حتى في نهار الجمعه نخدمه، خاطر في رمضان الشهر قصير والعباد اللي تاخذ ما عندنا الدواء تبارك الله تقول لك مشى معايا ما شاء الله. هذاك علاش نستغلوا احنا الفرصه في رمضان ونخدموا في رمضان، على خاطر بالحق فيه نجاح. دونك موجوده، يلقاوك موجود في رمضان. اللي عندها بنيه ما خداتش، اللي البنيه تعطلت في المكتوب، اللي عندها اللي تعطلت على الانجاب، زاد كيف كيف عندنا دواء الانجاب زاد في رمضان ما شاء الله. يجيونا برشا وتحبل. هذيك اعشاب طبيعيه، اعشاب طبيعيه. اي هذوك الاعشاب الطبيعيه تبارك الله على 100 وحده يرجعوا لنا ثلاثه، وتبدا الثلاثه هما ما عملوش الدواء كما يلزم. تبارك الله، اللي ياخذوا معدنا العلاج ادخلوا على الصفحه الرسميه نتاعي وشوفوا العباد كيفاش شاده وليداتها. مش نتكلم، معناتها العباد كيفاش شد صغيره ومصور معاه وعطينا شهاده حيه، شهاده معناتها بالحق بوجهه بولده ولا بنته. ما شاء الله العباد اللي جاوني الكل حصلوا نتيجه مزيانه. واضح. نتيجه خاصه حكينا على شهر رمضان، ما شاء الله، وخاصه العباد اللي عنده السرع واللي عنده المس واللي عنده الاداء، راهو الشهر هذا يستغلوا في رمضان. احسن علاج خير من الشهر الاخرين، على خاطر يكثروا فيه الروحانيات، تكثر فيه الصلوات، العباده، التقوى، الايمان، الصوم، هذا كل يحمينا من الشواطن، اعوذ بالله من الشياطين ومن شر الشياطين. واللي حاجته بينا يجينا مرحبا به. واضح. دونك انت موجوده كما قلنا كامل ايام الاسبوع. خلينا نمشيو للبشره والاعتناء. نعرفوا عندنا زيت الارغان. زيت الارغان موجود كان في المغرب. عندنا زاد كيف كيف شجره تقوم هذه في اكادير وفي بلاد الشيادمه، الشجره نتاع زيت الارغان. زيت الارغان اللي هو الزيت الحر ما هو موجود في حتى بلاصه. ناخذ اللوزه ونرحي اللوزه هذيك شميه. خلينا نشوفوا رحمه تحكي لنا على الاكسبيريونس نتاعها مع الزيت هذا. الزيت هذا طياره على الاخر، ننصح به اي وحده.
ديجا انا استعملته عندي مجيده شعري ولا يلق، وبصراحه بصراحه واو على الاخر ويكثف الشعر ويعمل لمعه ويقويها. اي تري بيان، ننصح اي وحده يبي يستعمل. سهل في الاستعمال، سهل. هو زيت الارغان هذا يقوي الشعر ويغزله ويطوله، وحتى اللي شعرها حرش يرطب، عباره عامل الكراتين. وصدقيني زيت الارغان اللي يداوم عليه حتى الشعر يولي تبارك الله يطول ويغزل. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وشمي ريحته كيفاش معناتها زيت الحر. ناخذ اللوزه، حتى شفتوا الفيديو كيفاش نرحي اللوزه، ناخذها ونرحيها قدامك، يعني مش نمشي ناخذ نشري من عندهم دبابز، ولا ناخذ اللوزه ونرحيها قدامي. ديجا عندي الفيديوهات كيفاش نرحي الاخر فيها على الاخر، كيفاش كيفاش نرحي انا في الزيت الارغان. ناخذ اللوزه ونرحيها قدامي، ما ناخذش الزيت من عند اللي يجي. واضح مدام نجوى، شنو برودوي؟ انا مغرومه برشا باللوبين ذكر من قبل ما نمضغوا. انا اصلا بهتو فيا ما نشيش اللوبين العربي، نشي اللوبين ذكر نمضغوا. دونك كي لقيت مدام شايفه تبيع فيه في دي ماسك للوجه، هو به كل شيء، تمضغوا تنفخوا في الماء تشرب الماء نتاعو كيما نعملوا اللوبين العربي. انا تغرمت برشا، دونك وليت ناخذ في لي كريم ونعمل فيهم. دونك سعيد في الليل سيغتو لا نوي، دونك ندهن وجهي كل ليله، دونك يعطي سايعه فيه كي البوتوكس، في بوتوكس يصبح وجهك هكا منفوخ شويه، وفي اكلا معناها ساعات كي يبدا المينا ساعات نعاود به حتى الهايلايتر واش يقولوا نعملوا هكا ينحي لي غيد ويبيض البشره ويفتح وينظفه وينحي كان عندك حب عندك حاجه عندك القشره الكحله تتنحى ويخليه الوجه هكا تبارك الله. ما شاء الله باهي. انا برشا عباد يقولوا لي وجهك اش تعملي لي وجهك منور ما شاء الله ماشي وتصغاري، ديما نحط اللبندكر. انت قلت قبل في حتى في صفات ديما نحط اللبندكر وحتى زيت الارغان. انا مغرومه به، ديما نعمل زيت الارغان، ديما زيت الارغان في شعري ان شاء الله. دونك هذه الزيوت الكل الموجوده، كيف كيف اللي يعاني من البهاق عنده. اي عندنا الزيت هذا تاع البرص، عافانا وعافاكم الله اللي عنده البرص في البدايه ديالو، اللي عنده البرص يجي حدانا مرحبا به، حصلنا فيه نجاحات هائله. انا جاني طبيب مدروب هنا وجهه هذايا من هنا مسكين منح بالبرص، ومشى حتى لفرنسا، قال لي مشيت لفرنسا وعالجت وما تنحاليش، وجيت بارك الله خدم عندي الدواء وما شاء الله مشى معاه في 15 يوم تغطى له. تلقى يمشي مع الاعشاب الطبيعيه، يمشي هو بالاعشاب الطبيعيه وفيه نجاحات هائله. عندنا دواء الصدفيه كيف كيف، اللي عنده الصدفيه كيف كيف بالاعشاب الطبيعيه، مخدومه بالقطران وبالاعشاب الطبيعيه. اللي عنده الصدفيه حتى بعد 20 عام، بعد داويناها بعد 24 عام وتبارك الله حصلنا فيه نجاحات هائله. اللي عنده صدفيه يجي حدانا وبالتجربه نعطيه دواء بوماد مع الصابون نتاعو، معاه الصابون ديالو. هذا هو الصابون ديالو، هذاك الصابون. اي باهي برشا. والاسوام انا عندي فكره ليهم، مش لازم مناسبة. الاسوام مرحبا بهم الناس الكل، اسوام مناسبه يجي حدانا مرحبا، حتى اللي ما يحبش يقابلني ينجم يجي ياخذ البرودوي على روحه ويمشي على روحه. بالنسبه للحالات اللي حكينا عليهم الاول يلزم يقابلوك. اي تم عباد تحب تقابل، تم عباد لا مرحبا بالناس الكل، ونخدموا في رمضان كامل باذن الله كان حيانا ربي. اخر رمضان يمكن ماشي العمره كان سهل علي ربي ان شاء الله، وبحول الله اللي جانا نخرج فرحان ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك مدام شيخه. عايشك ربي يخليك، نورتنا بالله. عندي ما نضيف شويه، عايشك. اي عندنا وحده تخدم باسمي في سوسه. رجعنا. اي تم وحده وفي الاشكال، تم وحده تخدم باسمي في سوسه في سهلول، تقول لهم راني انا الشريفه المغربيه وراني ما نقابلش العباد وعامله نقاب، انا مانيش عامله نقاب، هاني هكا قدام الناس ونقابل في العباد من السبعه حتى الخمسه، راني ما نجمش ما نقابلش العباد، يجيوني العباد استغلوا النجاح برشا عباد، 54 واحد يخدموا باسمي. اي ومنهم هذه حال بيرو وتخدم في سهلو. انا لا عندي لا في سهلول لا في سوسه لا في الحمامات لا في صفاق، عندي كان في اريانا اريانا ورما قرو في نهج محمد الناشي عدد خمسة، ونخدموا كل يوم وتليفوناتنا يخدموا حتى ال 11 ونص نتاع الليل. تليفونات هذوما اللي اسفل الشاشه فماش حاجه، تليفونات موجودين واللي حاجته بينا يتصل بينا، مرحبا بالناس الكل وانا موجوده ونقابلكم، مرحبا بالناس الكل. واضح واضح، ما عادش ماذا بينا، ما عادش نحبوا نشوفوا كيما هكا العباد لازمهم يثبتوا. ثبتوا راي تبدا هي موجوده في البيرو. انا اسمي هذا اسمي شريفه المغربيه مسجل، يعني نجم نشكي بها اي من حقك تقاضي على خاطر هذه المراه تخدم باسمي
وما عندهاش الحق باش تخدم باسمي. واضح. وقاعده تقابل في العباد وعامله سبونسورينغ في عامله باج وعامله سبونسورينغ وتقابل في العباد وتحط في تصويرتي. وانت كي حاطه تصويرتي حطي وجهك. تحبي تخدمي حطي وجهك. لا هوني يلوموا على العباد زاد كي تمشي لازمك تقابل مدام شريفه. تقول لهم ما تقابلش وروحانيتي ما يقبلوش. انا نقابل في العباد ولو كيفاش باش نداويك وانا ما نقابلكش. كيفاش يجيني عبد مسروع انا ما ندخلش نقابله، كيفاش باش نداويه؟ ولا مستادي ولا مريض ولا بنيه على ولا امراه على الانجاب ولا كيفاش باش نعرفها نعطيها الدواء؟ باش تقابلها. قابلها. العباد اللي ما تقابلكش راهو يتحايل عليك. واضح، اقتضى التوضيح. شكرا لك مدام شريفه، يعطيك الصحه. تحيه كانت هذه شريفه مغربيه. عايش. محمد رسول الله. افتح لي بابي سهل لي كل اسبابك، افتح لي بابي سهل لي كل اسبابك، بعز احبابي طحن لي جأن وتعلى. محمد ابن عبد الله. الله الله لا اله الا الله طالب ربي والعمل على الله. يا الاخوان يا الاخوان يا حضار الديوان، يا الاخوان يا حضار الديوان، بالقران صلوا على رسول الله. والعمل على الله. هي الله الله لا اله الا الله الله ربي والعمل على الله. هي والعمل على الله 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 والعمل بكم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اول حلقه رمضانيه من ضيفنا على كيفنا. اهلا وسهلا، بدينا الحصه بعرض الفقره الفنان علي بن قدور، تحيه كبيره ليهم يعطيهم الصحه في اول حصه رمضانيه من برنامج ضيفنا على كيفنا اللي باش يكون سبيسيال رمضان وفي جو رمضان. هذاك علاش معايا دي كرونيكور من اعلى ما يكون كالعاده ديما مرافقتني كل رمضان بشرى السلطاني.
تعاملت معها في أعمال سابقة وتشرفني بحضورها الممثلة نجوى ميلاد. نستقبل مع بعضنا الفنان فوزي الأمير. الصحفي قيدوم الصحفيين في المجال عبد الجليل سمراني. وتعرفوها عاد قبل خدمة معايا دلولة العائلة وتلمت وتو باش تكون بضيفنا على كيفنا في أجواء رمضان مايا الماجري. باش نرجعوا في برنامجنا على اكيد الاعمال الرمضانيه اللي قاعده تتذاع وبديتوا تشوفوا في البعض منها وبالطبيعه لكاميرا كاشي ومن انجح اللي يخدموا لكاميرا كاشي رمضان عام ناول نتوقع له نجاح اكثر رمضان السنه زميلنا في قناه تونسنا والاعلامي المتالق صاحبي بكار. مرحبا صحبي. صحبي 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 كل سعيد جدا بهذه الاستضافه وان شاء الله ديما متالقه وان شاء الله ديما ناجحه واكيد باش نحكيو برشا على الكاميرا كاشي جديده شدك الرادار مع صاحبي بكار الموسم الثاني معايا زميلي بطوله عربي سنغريه ان شاء الله بتشوفوا برشا مفاجات نخليك كلمه ومن بعد تو بعد نحكيو على التفاصيل باش نحكيو زاده على جائزه كنت حصلت عليها وبرنامجك ومشاكلك صاحبي بكر. مشاكلي برشا مشاكلي برشا صحيح. نحكيو في عدة مواضيع معاك. خلينا نبدا بشرى السلطاني رمضانك مبروك. رمضانكم مبروك. مرحبا بك. ان شاء الله عيشك وبك اكثر منوره ومنوره باللي كرونيكور الحقيقه اختيار ما نجم يكون كان صايب وانا فرحانه به برشا. دونك رمضانكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. كل عائلة فقدت شخص عزيز عليها وثم كرسي فارغ نقولكم ربي يصبر قلوبكم وربي يرحم موتينا وإن شاء الله تعديوا معنا وقت مزيان. رمضان عام ناول كنت معنا وتوفى الوالد الله يرحمه وينعمه. يا رحمة. بالطبيعة مش سهلة معناها باش أول رمضان تعديه من غير الوالد الله يرحمه. الحمد لله الله يرحمه. يا ربي الله يرحمه ويرحم جميع موتينا وربي قوينا الناس الكل. الله يرحمه. نجوى ميلاد أهلا وسهلا. عدنا. عدنا والعود أحمد. دونك إن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله يا ربي يكون خفيف نكونوا إحنا خفيف ظل على المتفرج التونسي. وان شاء الله يا ربي يا ربي يفضل لي بنيت ولدي السنه اول رمضان وهي تاكل وتعقل معناها باش نبدا معاها معناها حيه اكثر وافيك اون تري غراند بونسي معناها فلسطين والاهالي في غزه وان شاء الله يا ربي معاهم في رمضان ما يلزمنيش نتخطاوهم وما يلزمنيش نخليوهم معناها نضيعوا البوصله وما نتجهوش في ديما في المطالبه بانه القدس عاصمه فلسطين. اكيد اكيد ومهم برشا. فوزي مرحبا بيك. وبيك يا عيشة. نورتنا. دونك باش تكون معانا ان شاء الله في رمضان. خلينا ساعة الناس يمكن ربما اللي ما تعرفكش كيفاش تعرفها بروحك؟ فوزي الأمير فنان تونسي في نفس الوقت هو ولد التنشيط الثقافي أيضا مدرب تنمية ذاتية مدرب حياة كل واحنا العلم الجديد اللي توا قاعد ينتشر مدرب حياة دونك مدرب حياة معناها دقيز دقيز في عقول الدقيزة هكا في الحكاية بالنسبة لي أنا مدربين الحياة هما الدقازات قدام بالنسبة لك أنت هذا هو لأنه حكاية فارغة للعقول الفارغة دونك أما هو لأنه حكاية فارغة في العقول الفارغة وقت اللي تحكي على حاجة رعوانية تاع دجاله ودقازه وحاجه علميه معناها قاعده على مستوى العالم تجتاح العالم وتغير في حياه الناس وتاثر في حياه الناس وتنقذ في حياه الناس. صحيح راهو في كل ميدان فما متطفلين راهو خاصه في تونس ياكل ها مش هذيك الترميه هذوك اللي يعملوا دوره واثنين مجرد حامل لشهاده اما ثم عندنا لحظه بركه عندنا برشا فما علماء كبار برشا سواء في العالم ولا حتى في تونس
ونداين وكيما يكبروا معناها ناس كبار برشا. بديت معناها متدخله نجوى خاطرين كوتش دو في ولات توترني. تعمل فورماسيون بشليار قال لي بقداش فلوس باش بعد نهارين تولي انت تدربني انا كيش نعيش. ما فما حد يدرب حد اي موجود هذا ميسا حكايه فارغه في العقول الفارغه. هي شافت ناس معينين صحيح يعمل دوره واثنين واضح مش موضوعنا. تعرفنا عليك مرحبا بيك نورتنا. يعطيك الصحة بحاجة علمية وكذا. يعطيك الصحة. عندي سؤال باختصار. باختصار اي هي حكاية فارغة للعقول الفارغة معناها والعقول حاشاها هي العقول الراجحة نحكيو احنا العقول الراجحة. انت حبيت تصنف بجينا دايوغ والعقول المعبية اللي نحل التلفزه يقول لك دغدغ ضبوتك قبل ما تخرج للخدمه وقول ها 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 ها. هذوك مجرد حاملي شهاده. ايه انا كيفاش نصنف معناها الحكايه ماهيش حكايه ضبابط راهي. شكرا يعطيك الصحه يا بشر. لحظه عاد لا لا كيفاش دغدغه ضبوتك وهكا موجوده تعديت على الوطنيه. ايه عادي شفتي مريم ايه معاها انا معاها مع دغدغه ضبابط تفضل معاها مايا. اهلا وسهلا مرحبا مايسا. ان شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل. رمضان شهر مبارك شهر العباده. انا فرحانه برشا اللي انا جيت من لندن باش نعدي رمضان مع عائلتي كالعاده و اومام طون نعمل طلع على جمهوري اللي توحشني. معناها مايا عبد الجليل لازم يكون في بالك اللي هي كل ما تجي لندن تجي تعمل لندن تاني تورسنا وترجع. عجبتك شنو يا عبد الجليل؟ جمهوري اي عندها جمهور كبير على انستغرام وتو في التلفزه. طيب انا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا رمضانكم مبروك محلاها لما اعتقد علاقتي العفويه بتونسنا اصبحت عضويه من خلال هذا البرنامج دونك نتمنى ان نقدم ماده يعني دسمه في غير ثقل خفيفه في غير ابتذال. سهريتنا متواصله معاكم فاصل وراجعين. للناس اللي تحب تتجه للتدريب الاعلامي نعرفوا لي فورماسيون كثروا لكن برشا يسالوا على لي بونز ادريس دونك اش نحكي لكم الليله على سنتر احلم وانجح اللي فيه تلقاو التدريب الاعلامي. فما دورات في التنشيط الاذاعي دورات في التنشيط التلفزي ودورات في التنشيط الاذاعي والتلفزي بعد تحصلوا على دبلوم معترف به من قبل الدولة باش تتعرفوا أكثر وتاخذوا أكثر تفاصيل. تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك دريم أند سكسيد وإلا انستغرام كيف كيف بنفس الاسم. سينو تتصلوا على الرقم 98 620 268. دونك الجمعة الجاية تقريبا تبدا القراية وما زالت ليزانسكريبسيون محلولين دونك اسرعوا واتجهوا وعملوا انسكريبسيون نتاعكم باش يكونوا فما اساتذة ذو كفاءة موجودين في السنتر هذايا. ماتريال كيف كيف متوفر في التلفزة وفي الراديو فما تيوريك والبراتيك وستاج مضمون مع سنتر احلم وانجح. ضيفتنا مصممة ازياء ومايك اب ارتيست مدام حفيظة همامي اهلا وسهلا مرحبا. ميرسي عايشك مرحبا. مرحبا بك رمضانك مبروك. يعيشك عينا وعليك وعلى وعلى تونسنا الكل. شكرا لك يعطيك الصحة. اش نحكيو على سونتر نتاعك مارياج سندريون باي حفيظة لو كان نتعرفوا عليه أكثر كيف نجيو شنو نلقاو عندكم؟ احنا سونتر نتاعنا في جديدة ساعة قبل كل شيء إذا نحب نوجه تحية أهل جديدة الكل. تحية اليوم يعيشك. وعندنا احنا سونتر دو بوتي في كل شيء ونخدموا زادة لغاب فهمت؟ خاطر أنا متخصصة أنا عاملة ستيليست موديليست وميك اب ارتيست. تخي بيان. دونك جمعتهم. وهما يكملوا اختصاص اي واختصاص أكثرية عرايس. الأكثرية عرايس. اي نخدم. يجيو عرايس. خلينا نشوفوا الفيديو هذا ديجا قاعدين نشوفوا فيه دونك
خدمتك مزيانه برشا. حتى اليوم بخلاف العرايس احنا زادة طلعتنا عرايس. انا اللبسه من عندك. دونك عندك هذوما موجودين موجودين بالطبيعة. اول مره هذه نوفيل كوليكسيون. اي اول لبسه تلبسها انت ميسه بالطبيعه. يحصلنا الشرف. لا شرف لي شرف لي. ومايا كيف كيف انت عملت لها المكياج؟ عملت لها الميك اب. اي عجبك الميك اب؟ اي حلو برشا. صحه محليك. فوالا دونك المكياج مايا كما قاعدين تشوفوا في خدمه مدام حفيظه وفي الفيديو زاده كيف كيف. اما انا فما هو اليوم الوطني اللي بس تقليدي انا نقولوا الاسبوع مش أي. يوم خاطر برشا يقعدوا يحتفلوا به وتحضيرات وغيره. كيفاش انتم في السونتر نتاعكم تتفاعلوا مع ليفينمون هذا؟ فما تحضيرات خاصه؟ فما تحضيرات خاصه وبرشا يجيونا حتى من الروضات ومن المدارس يجيو ياخذوا الصغيرات هم الكل ونحتفلوا به بالقدا. وهي لبستنا ياسر حلوه بصراحه. يلزمنا ديما نطوروا فيها. وانت تخدم على هذا على التطوير؟ قاعده نخدم على التطوير. اي بالطبيعه. دونك اللي يجي يلقى عندك اللبسه التقليديه اللبسه العربيه اللبسه التقليديه التونسيه اي. وديما نعملوا هكا لمسات مودرن نبدلوا شويه حاجات اما ديما يقعد تراثنا ذاك نحافظوا عليه. ناخذوا منه نسبيروا منه الموديل ونطوروا. اللي لبسته مدام نجوى ميلادي سما لبسه تقليديه. لبسه تقليديه هذه من عندك زيدا قفطه قفطه لبسه تقليديه فيزيتي بين التونسي والماروكي نجيبو قيميه محلي. دونك هذه من عندك موجوده كيف كيف نوفيل كوليكسيون. صحه مدام نجوى محلي منوره يعيشك. والشوا موجود. شوا موجود. اي موجود موجود. ينجموا يلقاو على الباج فيسبوك يلقاو برشا حاجات. فما عندنا برشا دوطغ موديل. فما حتى تبادل ان شاء الله المره الجايه نجيب لكم تبادل تراديسيونيل زاد حلوين زاد يجيو ان شاء الله. فوتو وبلوزه تقصد؟ فوتو وبلوزه. اي خاطر توا راجعين بقوه الفوتو والبلايز وكل لبسه رمضان جدا ممتاز. حتى اما للرجال لا ما عندهاش. انا اختصاص نساء. اختصاص نساء. دونك فما لي كولورات لي كولور الخارج توا هو اكثر حسيته انا سناء الغاز. علاش الغاز؟ خاطر في امريكا ملي عملوا فيلم باربي الغاز تخلى بقوة معناها للعالم الكل تحسه فرض روحه. الغاز بأنواعه الغامق الفاتح الفوشيا كله وأبارو. فما ألوان أخرى زاد الألوان المشعة اللي كيما الفير كيما لورانجي زاد رجع زاد بالكدا. هذوما الألوان اللي والألوان الباز اللي هما توا توندونس زاد خارجين الباز اللي هما النوار البلون والبيج زاد ياسر كلاس وحلوين برشا وقاعدين هما فاردين رواحهم للوين هذوك. والالوان الكل نلقاوهم عندك؟ الالوان الكل بيان سور الكل. دونك الشوا عند الكليونت كيف تجي تنجم تختار يبدا عندها شوا هذا لافونتاج اللي عندك. شكرا ليك خلي كلمه الختام. نحب نشكركم برشا على الاستضافه ونشكر ليكيب اللي تخدم معايا وبالاخص عائلتي زاد نشكرهم برشا واقفين معايا بناتي زاد هما اللي بالاخص معناها واقفين معايا في كل شيء. تحية اليوم وبنتي في الدومين ان شاء الله بعد هما باش يكملوا بقدرة ربي. عندي بنتي ميسه في معناها في دومين عامله فاشن ديزاين ميسه موديليست ميسه اي ناجحه وملك ميك اب ارتست وكل وعامله الاستيتيك وكل زاد معايا في البروجي هذا. نشجعهم ونحبهم يكملوا فيه ان شاء الله بالتوفيق ليهم وليك انت زاده. ميرسي بوكو شكرا ليك على الاسبوع والحصة بلوتو القادمة نحكيو في موضوع آخر ونوريو أكثر ما شنو موجود عندك في مارياج سندريون باي حفيظة. شكرا لك يعطيك الصحة ضيفتنا مصممة الأزياء وميك اب ارتيست حفيظة الهمامي. ديما الصحفيين ديما يدافعوا على معناتها وجود الصحفي في البرامج التلفزيه وعلى وجودهم في البرامج. أمانة عندي ملاحظه ليك ما عرفتش تحب تعقب عليها ولا خاطر كي هبط اسم عبد الجليل السمراني في الصفحات والله ما شفتش انا صحفيين حطوا حتى جيم معناها وشجعوا. ظهر لي المشكل ماهوش انهم يدافعوا على الميدان ويحبوا شكون معناها من انه يكونوا صحفيين هما اللي موجودين في البلاتوات التلفزيه. كيف تحبوا الصحفيين يكونوا موجودين على الاقل ما وصلناش باش تهزوا تليفون وتهنيوا زميلكم على الاقل حتى جيم. ميسا ما فما حتى تفاعل. ميسا ثم الصحفيين جيدين تفاعلوا
كلموني. نعم أربعة من الناس. تي فوالا. إي عندي أنا لسه. هم الزايدين لا يتجاوزون عدد أصابع اليد. إي يعني قلت لك أربعة ما يتجاوزوش. كما ثم رداء في كل مكان، احنا عندنا رداء يعني تفر منها الرداء. على مستوى مهني وعلى مستوى تواصلي. دونك هم يدافعوا على المهنة. يعني أقول افتراضين أما واقعين. كلا على ليلاه وليلته يغني. أهم الأقلام الصحفية ربما الجيل أو الرعيل الأول المؤسس للصحافة في تونس، ما كانش ثم معهد صحافة، كانت برونش صغيرة في كلية في منوبة، بعدين جاء معهد صحافة، طورت الدنيا بحكم تشوفوا توا المشهد الإعلامي ككل تطور. أنا نقول حاجة، الجودة أو الجودة ما تفرز لا تعني الشهادة. أنا خدموا معايا برشا وبرشا عدوا معايا ستاج من خريجي معهد الصحافة برشا وطرتها كلك سواء في الجريدة ولا في الإذاعة ولا قبل في التلفزة. واضح. أنا بالطبيعة لأنه الجودة نفيوش. الجودة في المجال الإعلامي راهو فيه منحة إبداعي للإعلام. راهو نوع من أنواع الفنون أنا أصدق الفن الثامن. يلزم يكون عنده الدعاء ويلزم يكون أيضا عنده الرغبة في أنه يتطور. اما ثم برشا من خريجي مع واضح الصحافه واضح بالطبيعه. اما زاد كيف وجدتها من الدوله زاد مهم زاد التكوين الاكاديمي مهم هو الذي يثقل اي طبعا هو اللي يثقل هو اللي يثقل لا انا معك مهم التكوين فقط من الاول الموضوع كيفاش نبداو نبروا على بعضنا يعني حتى تبدا تقرا قاري بريفي تولي مشكل في البريفي تبدا قاري ثاني نعطوه انخراط في النقابه ما نعطوهوش نبداو نفس المعاناة نعيشوا فيها احنا بالنسبة للمسرحيين لأنه عندنا المعهد العالي للفن المسرحي ليساد وتوا توجد في الكيف زاد في لياقة أخرى معناها تكون وعندنا ديجا دونك التكوين الأكاديمي مهم أما الميدان إيش يخلق منك وإصرارك في أنك تضبط ذاتك نبداو بفقرتنا الأولى يهمني ولا ما يهمنيش في الفقره هذه كل مره باش نعديو خبر عندكم لوحات قدامكم باش تكتبوا لي يهمني ولا ما يهمنيش يعني الخبر هذا يهمك والا لا نشوفوا مع بعضنا اول خبر ثلاثه اعمال دراميه فقط في الموسم الرمضاني 2024 الالواح يهمني ولا ما يهمنيش الالواح عبجي السمراني قالك يهمني نجوى طبعا يهمها ما يهمكش بشرة ممثلة وما يهمهاش الأعمال الدرامية ممثلة معتزلة ما لا يهمش ذي ما عنديش منها الحق لا يهمني لا يهم ما يهمكش ما يهمكش دونك هذوما ما يهمهمش عنا يهمهم وما يهمهمش نبداو بنجوى يهمني طبعا يهمني أنه ثلاثة أعمال درامية فقط في الموسم الرمضاني راهو هذاك حد جيد معناها مانيش بلاد مصنعه للفعل الثقافي ككل وعندها تلفزه وطنيه واحده عموميه واحده ما عندناش 7000 تلفزه كما في بلدان اخرى دونك مسلسل واحد تقشقش عليها 4000 ممثل ما تنجمش تتوزع على الناس الكل القنوات الخاصه وللاسف ثلاثه واحده فيهم بركه قاعده تنتج الاخرين يعملوا دبلجه وحاجات اخرى والا في اللي صغير في السلسلات اللي ما تكلفش مصروف دونك مشكله فلوس وانتاج واراده سياسيه لتفعيل الفعل الثقافي سورتو لقوننته معناها لتقنينه بلوتو سامحني في الكلمه سامحني لتقنينه معناها كي تعمل قوانين صارمه تجبر رؤوس الاموال تجبر جو دي بيان تجبر خاطر احنا العرب ما نفهموا كاين بالقانون كي يهبط لنا قانون وقت اللي تجبر رجل الاعمال ما تعملوش اكزونوراسيون دو ليتا معناها باغ ليتا في حالة أشوالي واللي مطالب رأس المال أنه ينتج في مجال اللي يحبه هو اللي مغروم بالبانتور يتعامل مع البانتر اللي مغروم بالرقص يتعامل مع الرقصين اللي مغروم بالمسرح ولا في مصر السبكي للإنتاج أصلهم الأصيل جدهم لول جزار العدل جروب جدهم لول يبيع في الإلكتروميناجير دونك تكونت خلية وتهبطت قوانين دونك لتفعيل الفعل الثقافي ما دام ما فماش إرادة سياسية باش نقعدوا عمرنا كاملة وما عندناش قانون فنان اون بليس يحكي وهذا ثلاثة أعمال ثلاثة أعمال بالنسبة لي ما أكهو ما هذاك هو الكبوة هذاك هو حصلنا شي هز ما نجموش أكثر تفضل عبجي ربما التعقيب على نجوى ما نساندهاش برشا في شوية توجه ونساندها في جانب قبل الثورة تم أحداث وكالة نهوض بالقطاع السمع البصري شوية نجوى وكالة لا انا كتبت عليها وقتها وكالة الركود بالقطاع يعني
الترسي العموي لأنها ما لم تطبق الأهداف التي بعثت من أجلها. رجعنا نخدموا بعقلية رزق البليك وبعقلية تونس. نهبت بقى عملوا هذه المؤسسة دقيقة عملوا هذه المؤسسة. أي رأي هو؟ أنا عشتها أنا عشت نشأتها ونعرف حتى مديرها وقتها مختار العبيدي كتحط شنو أنجت شنو عملت شنو خرج من بعد كواليس اللي خرجت حادت عن أهدافها مش نبدو واضحين. هو نظرين محلها أما تطبيقين شفنا واقع آخر. تم مجلس وزاري مضيق في عهد بن علي لبحث الإنتاج الدرامي التونسي وصلوا إلى أنه ما تنجمش في تونس الوقت ذاك تنتج أكثر من عملين درامي. لماذا؟ لأنه السوق الإعلامية الاقتصادية التونسية لا يمكن لها إلا أن تنتج عملين. نفس الشيء أنه وصلوا المرحلة أنه ما تنجمش تعمل أكثر من 4 مؤسسات إعلامية. وعليش عطاوا نسمع حنا بعض في وقت من الأوقات بي انهمر بعد الثورة بفعل فعل ذيك حاجة أخرى بي جينا تو في البريفي جينا تويكا وصلنا سنة عنا 3 أعمال الوطنية لوجيك باش تنتج ومطالبة مجبرة باش تنتج مش كما عام لم تنتج لغاية في نفس يعقوب. أقول الوطنية لأنها عندها منحة من الدولة ما يناهز 14 مليار والدخل في إشهار وعندها بيجي دي تاو وفلوس الماء والذو لوجيك باش تنتج كعمومي أوكي. بالنسبة للخاص يريد أن يواكب العصر صحيح سامي الفهري جاي من مدرسة إعلامية نعرف وقعها في وقت من الأوقات حافظ على ذلك التواصل المسلسلات اللي تعمل فيهم الطرح نتاعهم أقول جديد جدا أصبح يغري. خرجنا من ثقافة كانت تذكروا الأعمال الدرامية كي كنا ننجو عملين عمل موجه للريف وعمل موجه للبلدية قاعدة تكسرت فقط في حسابات وعقبات وقع المزج بين هذا وذاك راهو الشيء اللي نقول لك فيه عايش بتفاصيله الدقيق تذكر نجوى اليوم 3 أعمال خلنا نعطيك رقم قبل الثورة كنا نعيشوا في مبلغ إشهاري يناهز 120 مليار الآن تقلص من المبلغ إلى ما يناهز 50 مليار هذه باش تعيش منها إشهار على مدار سنة وستنتجوا بها في رمضان علاش ناس مشات للسبونسور وتحت السوم. دونك أنا أرى أنه إنتاج 3 أعمال بدعة في تونس لأنه تلك حدود الله فينا احنا ما عندناش صناعة اقتصادية صناعة قويين. فنية وما نجموش نعملوا صناعة ما نجموش 3 أعمال فنية طبيعي جدا في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد في ظل أزمة الاستشهار في تونس طبيعي 3 أنا أقول رقم محترم ومحترم جدا بالنظر للواقع اللي موجود في تونس. واضح بيه نمشيو للخبر اللي بعده مش تكتبوا لي يهمني ما يهمنيش. عودة سامي الفهري للتنشيط ببرنامج مستنسخ اسمه تضحك تخرج يهمني ما يهمنيش عبد جيل سمراني يهمني لا لا يهمني لا ليش بيها صغيره حاشا من سامي الفهري انا جاي يهمني ما يهمكش بشر هذا لي ما عاد يهمك شيء يا بشر لا يهمك ما يهمكش مايا نبدا معك يهمك شو اسمه هو سامي الفهري سامي الفهري بون انا يعجبني قبل وقتها في برنامج الصندوق هذيك يلعب العاب ليلك ملك اسمه ما نعرفش اسمه وقتها كان ديما هكا محليه بوغوس وصغير وكشا توا حسيته كبر شويه وتفش هكا شويه اما نحس لا هو كان مفوخ وتفش كان هكا مسكلي معناتها هو الوظاف كبر توا الفوكابيلير نتاع الكبار هرتل معناها تقصد اي هكاك معناتها كبر كبر في العمر اما يعجبني الستايل نتاع البرامج نتاعو. سامحني ما يرى السؤال على البرنامج مستنسخ يعني خذاه نفسه اللي موجود معناها على برنامج عالمي ما مانيش قلت لك احكي لي على جمال سامي الفهري ما نعرفش لا حول الله انت عاد ما يهمكش دونك ما نعطيكش الكلمه لماذا؟ لا باختصار عبد باختصار الكلمة اللي يهمهم سامي كل البرامج سامي الفهري ما نقولش مستنسخة ما استنشقها من شركة أندومول اللي حل بها كاكتوس يعني الروح الإبداعية عملية خلق برنامج في قناة الحوار التونسي من اللي بدأ سامي لتو ما ثماش حتى برنامج من إبداع ذاتي كلها ماخذها من أندومول نقطة قوة ولا نقطة ضعف نقطة ضعف يعني خيال غير خصب خيال محدود لا احتراف دقيقة احتراف لا اللي يقلد كل البرامج مقلدة خاطر في تونس ما عندك شركات تبيع افكار وهو مخلص فلوسه خذلي خذلي ما قلنا حتى شيء لكن ما ثماش ابداع قوة الفلوس عندي معلومات انه حتى يوصل يجيب مكونين من برا نعرف كيفاش عملها هو بدا بالطريقة ذيك وقلنا حاجة أخرى
سامي الفهري لم يقنعني ابدا منذ عمل لي ميسيون عالم النت في الوطنيه دوم اللي كان في التسي، لم يقنعني منشطا. ما عندوش حضور، ما عندوش سرعه بديهه، الجمله التلفزيه نتاعو متلعثمه جدا. دونك سامي الفهري كيفاش ما عندوش توصف محمد، ما عندوش قدره على اسمعني. اسمعني سامي الفهري المنتج على راس والعين محترف. يهمك ولا ما يهمك؟ لا يهمك. لا يهمك. لا يهمك. انا نحب نقول رزق رزقه ويعمل فيه اللي يحب مادام لاقي باش يشري برامج اللي هي من برا، مع انه في تونس تزخر في قناته بيدها، فما حكايات هكا يزخروا ينجم ياخذ منهم حكايه ويعمل بهم برنامج في 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 محيطه الضيق وفي حكاياته اللي نعيشوا فيها على الانترنت والانستغرام وداشلي، ينجم يخلق برشا حاجات. دونك انا حابه نقول اللي مادام لا رقيب ولا حسيب والرزق رزقه والفلوس فلوسه اللي هي بين قوسين كيفاش وقع تجميعها، ربي معاه. بالطبيعه وقعت تجميعها بالعمل. الخبر اللي بعده اللي هو عمل ضجه الجمعه اللي فاتت، جمعه قبل رمضان، زميلتنا في البرنامج والممثله بشرى السلطاني تعلن اعتزالها من خلال تدوينها على الفيسبوك. يهمني ولا ما يهمنيش؟ يا صاحبي بكار يهمه، فوزي يهمه، مايا يهمها، يهمني، الكل كتبته يهمني. وانتي بشرة؟ ما يهمنيش. أنا شنو نبدأ بالمعنية بالأمر؟ شنو سبب يخليك تهبط تدوينة هي؟ بيخا نقولك، شو بشرة تعتزل، بشرة سلطاني تعتزل أو لا تعتزل، ما يبدل حتى شيء معناها، هو خبر شخصي هبطته على البروفيل متاعي يخصني أنا فقط، باش نوضحها هنا خاطر الحكاية طويلت. أرسلمون الحقيقة. أرسلمون من العباد في تاكسي، في المرشي، في الحمام، زملائي في الخدمة، الفاميليا، كل عام وينك 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 وينك، ما عنديش لي زوتيل. ما عنديش لي زوتيل. ما نجمش نجاوبكم. ما نعرفش أنا وين. أمانكم ستوب، الباب هذا نسكروه. ما نعرفش كيفاش تصير الحكايه، ما نعرفش علاش. دونك من فضلكم هبطت لكم اعتزالي، باش نوضح اعتزالي في الاعمال الدراميه في الرمضانيه، قد تلقاوني في السينما في المسرح هذاك تكويني، مش باش نخليه لكم بيان سور، موجوده باش تراو ارائي كالعاده. قد نكون مع صديق من الأصدقاء في برنامج ويستضيفني كضيفة باش نقول رأي اجتماعي ولا سياسي، أنا موجودة، جو فونكسيون. راهو غيابي على الأعمال الدرامية لا ينفي وجودي. هاو الباب سكرناه، باش ما عادش تسألوني، ما عادش تجيبني كضيفة تحطني قدامك وتقول لي وينك السنة في رمضان. هو نفس السؤال يتكرر. تفضل. نفس السؤال يكرروا فيه. ونفس السؤال، ما نعرفش، واعتزلت، بطلت، تنجم تشوفني في التلفزة. في حالة واحدة يعيطوا لي جزائر، ليبيا، سوريا، لبنان، مصر، بوتيتر، ومانيش باش نخرج من البلاد. معناها مثلا رمضان عام الجاي تكلمك سوسن جمني ولا عبد الحميد بوشناق ولا غيرهم المخرجين، تقول لهم لا. نقول لك حاجة تضحك وخلي يقولوا رحمة بابا. أنا بعد ما هبطت ستاتشو كلمني مخرج وكبير زعما ياسر، هو اسمه قد بلاص، فهمت؟ قال لي اسمع، ما نقولوش ممثل كبير و وممثل، ما نقولوش دور كبير ودور صغير، نقولوا ايا تجي. شكون؟ شنو عندكم سيرفيس ابري فونت؟ انا اعتزلت، انت اللي شنو شكون المخرج هذا؟ لا سامحني ما نجمش نقول عاد، خاطر تو يخرج يكذبني وتصير كيك، خلي هكاك، انا ما عنديش تسجيل. كان سجلته تنقول لك على اسمه. لا حتى كي تسجلوا تاخذ الذل. تاخذ فوالا اي المجالس امانات. بشرى فما برشا شعبية باي قالت بشرى فما برشا استهزؤوا معناها الحقيقه، قالك تعمل في البوست تحب تجلب الانتباه، هبطوا عليك برشا، شفنا حتى دي باج من اشهرهم باج المدام. ما سمعت كلام من النوع هذا قلقك؟ خلينا نقول لك توا انا نظهر لك بروفيل نتاع امراه يهمها رايهم فيها. قاعدين نشوفوا في ليكرون على باج المدام. باج المدام ساعة نحب نسلم على فراس، نقول له رمضانك مبروك فراس، محليه كلامك، محليها الشيء اللي عملته، أو كم الفوق زعما عديت لي ميساج هكا ومن لوطه
اك الجملات الصغار يدوكم فهمتم تاع خساره وخليت علينا بلاصه تمام وأحنا... فشنو في راس معناها اللي وراه باج المدام اسمه لي ما معناهاش ما تبداش اول انا سلمت على في راسي نجم يكون يخدم معاهم هو يعرف في راس في حديث اخر تنقول لك شكون في راس ما حليه الشيء اللي هبطته ولا ما حليه الشيء اللي هبطته زيدا ثم في راس وثم نبيل نسلم عليكم دوك ما يهمنيش انا باش نقول لك حاجه يا باج المدام اللي انت في الاخر ما نعرفش مدام مسيو توا ما ولينا نحكيو حتى على ما نعرفش بغيف انا عامله 9 مسلسلات و7 افلام وقديش من المسرحيه ويكفيني فخرا اللي انا عمري 36 مش 39 بجيت عمري 19 ل 36 خلوني نعمل الكارير هذا في تونس انا نحكي لك صديقي على بلاد انت تهبط ستاتيو عندي خدمه يكتبوا لك مبروك تشو معناها تشو معناتها انت تهبط انا نخدم يكتبوا لك مبروك واضح به سامحني مع كلمه اخرى من قلبي من الداخل من الداخل قديش نفرح كي نشوف زملائي يخدموا قديش هنيت من واحد حتى كي ننصح انا ما ننصحش في العلن وما نلقدش في العلن نكلمك في البريفي وانتو ما تعرفوا راهو اعتزالي غيانك ما عادش نحب حتى حد انا حره هو بشرى راهو السؤال اللي طرح لي محبه الناس فيك يا يعني عبد الجليل اش نعمل وسيرتو انت اول ما طلعت في اول ما ضربت نقوله في رمضان خليت يعني اثر التوا موجود شنو نعمل به انك قلت اعتزال قالت اعتزال ميسه يعني وكأنها أجابت على السؤال نتاع اللي حطيته من الأول على 3 أعمال درامية. لو كان عندنا صناعة درامية وعندنا عديد الأفلام والمسلسلات على مدار السنة ما تطرحش عليها السؤال هذا وما تاخذش هي هذا القرار. ممكن أيضا سامحني. أما راهو حب يا بشرى. واضح به يهمني. لأنه بالحق أنا في كلام اختنا وصديقتنا برشا حرقه برشا غصه نحسوا وسؤال وسؤال هذا اللي حسينا لا 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 هذا حقيقه نعرف نترجم السؤال اللي تطرح في تونس من فضل السؤال اللي يحكي بشرى حرقه ونبكي في الليل واقفه في هذا هو السؤال المطروح في تونس بصفه عامه في كل ميادين في الفن ولا في الرياضه شكون يوزع في الادوار وكيف تسند الادوار وهالمرشي صغير برشا في تونس السوق صغير برشا برشا هذاك علاش معناها كيما قلت انت بكري نرجع حتى عبد الجليل كي يهبط معناها عبد الجليل باش يكون معناها ريكور معناها وخاصه انه يبدا المع شويه هكا صحفي ووسيم الصحفيين كيما يقولوا صديق عبد الجليل ثم مرشي صغير برشا واربع من الناس صحفيين يحبوا هما ديما موجودين في كل بلاتوات به مايا كتبتي همني انا جست رمارك هكا صغير هنا بشرى انت وقتها بديت باش تعتزل وقتها ما طلت باش تعتزل انا بديت وقت انت تنفخ في شفايفك قلت البارح نفختها واعتزلت بعد ما كملت ركبت الباك جراوند نتاعك معناها باش انت تحكي معايا في الجمله هذه يا بشرى مايا بوكو تي ما استنى بوكو جو سوي اغريسيف جو سوي جو سوي كوم سا كاملو خرجوني من الكرونيك نمشي نروح ليلي علاش تي انا هكا ما تنقدنيش تو انا مانيش في عمر تاع باش نقعد مش ننقدك باش نكمل الجواب مش باش ننقدك من فضلك عاد مدام نجوى ميلاد خذ راحتك الوغ عزيزتي انا بديت عمري 18 سنه عملت ليلي البيت بين ثنيه عملت باب الحاره تفضل 2009 2007 عملت باب الحارة عملت قوي سعدك عملت شركتي مكتوبي باب الحارة ادخل على اليوتيوب باب الحارة تونسي مش عملت 7 مسلسلات وبرشا افلام دونك شنو وين السؤال نتاعك عاود ما فهمت قالت لك انت وقتاش بديت باش تقول اعتزلتك جاوبت يعطيك الصحة شكرا تتعصب على القضية نمشيو للخبر اللي بعده ديوان التجارة يوفر 25 مليون بيضة عظمة يعني في رمضان ويستورد اللحوم الحمراء بتسعيرة 35 دينار الكيلوغرام الواحد يهمني ولا ما يهمنيش ديوان التجارة يوفر 25 مليون بيضة في رمضان ويستورد لحوم الحمراء بتسعيرة 35 دينار الكيلوغرام نجوى يهمني تفضل نجوى ما يهمك شعب جليل ما يه... نو نو قاتلك ما يهمكش يعني به يهمك يهمك
يهمني بيان سور معناها ما يهمكش صاحبي بكار زي المعارف نقول لك علاش تشري بأي ساعة تكمل نجم بعد نقول لك شنو نقصد ما يهمنيش يهمني باش على خاطر كل رمضان هكية من الثورة النجيدة سورتو كثرة الحكاية أنه إحنا بلاد العظم والواحد ونستودوا في العظم بلاد اللحوم والغنيم والأبقاء ونستودوا في الأبقاء لأنه مشاريعنا كلها على الشويفة هالعشرية ولا 13 سنة هذوما سيختو توا أنه ما هوش رخيص ب 32 دينار كيما الزيت ب 15 ما هوش رخيص أبو فما ناس تاكل في البليبشة تعرفش معناها البليبشة الحشيش حشيش نوع من تحشيش بري ينبت بليبشة يطيبوه يطبخوه يفوحوه بشوية هريسة عاد يثموا ياكلوا إذا كان عندهم الهريسة إذا ما يصمتوش ويشربوا الماء نتاعو دونك فما عباد ما عندهاش صحيح فما ناس مبذرة وفما ناس تونس ولات فيها تونس شقيقة وتونس تونس نتاعنا اللي الناس مش خالطة 32 دينار ما معنى كيلو الحم ب 32 دينار إذا عائلة فيها أربعة من الناس من يعملوا لهم الشربة وال 35 ب 35 أي نرجع لك صاحبي شنو نقص أنا ما يهمنيش ما يهمنيش علاش 35 مليون بيضة في رمضان وصن ورد اللحم 35 دينار هكا ولا خاطر ما هو صحيح خاطر باش نلقاها في رمضان 60,000 الحم بالضبط الكناطرية باش يتحدوا الدولة باش يتحدوا قرارات وزارة التجارة عملوا البنان ب 5,000 هكا ولا وبعد توا ب 15,000 البنان يتباع وصل ب 25 البنان يتباع الور اللي قاعد يخرج الارقام هذه مجرد سينما لتخدير المواطن التونسي وانت صاحبي بصراحه تشري البنان ب 15,000 اذا نشتهيها عندي نشري ما عنديش ما نشريش وانت عاد ديما عندك ان شاء الله ديما عندي يا رب ديما عندي ما شاء الله شنو هو بايس بديت تبرد مشاريع بخلاف الاعلام خلقت التبربيش راني هنا اي بخلاف الاعلام عندك مشاريع لا الحمد لله ما عندي شيء مستور والحمد لله لبس الحمد لله معناها عندك سياره فاخره نعرفها معناها تسوى الملايين علي زينك علي شنو هو بايس شنو علي زينك شوف ثبت يا حتى علي زينك من اين لك هذا شابتك من اين لك هذا لا تحب نقول كلمه اخرى انا سامحني انت تعسفت علي انا باش تعسف عليك توا بشرى السلطان بشرى السلطاني نحب نقول على كلمه بشرى السلطاني انت فنانه متميزه انت ممثله متميزه ذنبك الوحيد سامحني اختي ماك السهاره ما تخرجش ما تعملش قعدات خاصه هذاك علاش ما تخوش دور نفس هذا الواقع المرير في الفن التونسي هذا انا نقولها لك خاطر انت امراه نحترمك برشا وانت نعاوديك فنانه متميزه وراك اعتزلت انت الرابحه اما باش يجي شكون يعرف قدرك وباش يخليك تتراجع على قرار واضح ولو انه الكلام فيه ترذيل للمشهد الفني معناه ما نختزلوش المشهد الكل اي ليس اي في الكلام مانيش نعمم مانيش نعمم انا فما لكن هذا واقع مرير خاطر فما ممثلين لا معهمش سهرات ومعهمش طاقه هاو يعيطوش فما منها نجوى فما ولا ما فماش هذا عملي خدمت كان بيب ولت عملي وخدمت معناه ماش ما الله اغلب هذيك هو السوق واضح بشرة بيه انا نحب نكلم سيد الرئيس قيس سعيد يا سيادة الرئيس بعد ما تخرج الليش قول لنا غلطوني انا نكلمو فيك توا راهو الزيت اللي حبطتهولنا ب 15 دينار احتكروه السمسارة ورؤساء الاموال هزوه الريستورونات والوتلة راهو ما وصلش للزوالي يا سيد الرئيس بعد ما تخرج تقول لنا ما فهمتكم وغلطون راهو البنان صحيح انت نظرت وجيت وقعدت ويعطيك الصحة وقلت البنان ب 15 ب 5000 راهو البنان عمره ما وصل ب 5000 دونك انا نطلب منك بكل حب وانت تعرفني نحبك ماهيش قصه نحب امور الحقيقه تحب اللي تحب عليك دونك نطلب منك بكل حب سيد الرئيس تعمل لنا شرطه اقتصاديه باش نقضيو على السمساره وقراراتك يتمتع بها عامه الشعب وشكرا واضح نختم معك فوزي نختم مع فوزي لا فوزي ندخل في التنظير والتقدير نسمعوا بعضنا نسمعوا بعض ما يسهمني لانه بالحق من علامات التخلف ومن الحاجات اللي تنجم تقول علامات النهاية وأنه الناس تشد الصف على الخبز اللي نطيشوا فيه وعلى الزيت الزيت أنا نرى العباد الصف على الزيت
معناها للفارق نتاع 7015 وبالحق مش الناس اللي بالحق يستحقوا ياخذوا. يهمني لأنه كي تقول لي أنت العظم والحم 32 معناها الخبر العظيم والجميل اللي باش يخلي تونس سعداء لهالدرجة وصلنا معناها تونس اللي هي الأرض الخصبة واللي هي بلاد الفلاحة واللي هي بلاد الماء وبلاد العظم أحلى أرض في الدنيا وأحلى معناها ثروات في الدنيا نوصلوا اليوم هكا وبشترى كما قال لك السحبي بشترى المحتكرين مش بشتراها الأسوام هذية ومش بشخلتوا برشا مش بشخلتوا لشيء تهمني لأنها نقطة متاع ألم بالنسبة لي أنا ما عادش عنا برشا وقت دونك نختم بالخبر هذية ونخلي عبد جليل يعلق مهرجان الأغنية من 14 ل 16 مارس تحت شعار لأجلك فلسطين وانت عبد جليل ملحق صحفي للمهرجان ميساج قولوا لي يهمني ما يهمنيش يهمك مهرجان الاغنيه صاحبي ما يهمنيش تهمو كان الرياضه نو تكتب ما يهمنيش تعرفش تكتب بالعربي مايا نعرف ما يجي من العربي تكتب بالعربي علاش ديما انجلش انجليزيه وضايع في بيتنا على كيفنا شنو اللي يهمك جملة العظم وما نعرفش شنو معناه بخلاف الفيزيك تاع سامي الفهري شنو يهمك صراحه والله مايسا انا عجبني الحضور نتاع صاحبي عجبني لبسته هكا تحسه إليغان برشا الله الله وحسيته هكا معناتها عنده بريستيج ما شاء الله مع بس صاحبي انا مدام صاحبي انا مقرب لي بس شي حبه نروحوا تو انا يهمني الخبر الاخراني لسنا قبل الخبر الاخراني شنو تعدى ما انا ما فهمتش كيفاش نعدي الحصه مع مايا والله مايا نعطيك رايي محليها لبسته هكا ومنظم ومحليه عجبك صاحبي بكار معناها تقصد عاقل تقصد عاقل عجبك صاحبي بكار تقصدش حاجه اخرى ما تطولش عجبك لوبا حسيسه حتى نهضت نعم مي هو محليه معناتها ظاهر مرتبط مش لابس خاتم وانت زاده محليك وان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك. عايشك ميرسي. عديني عديني بيه. نعديك نعدي. حشيم راهو حشيم. أما صاحبي راهو معناها ما شاء الله صغار وتحية ليه. الحمد لله ربي يفرجك. ونعرف ما يحبش يحكي على حياته الشخصية. حياتي الخاصة خط أحمر قلتها لك. نعرف. باهي نرجعوا لمهرجان الأغنية. عبد جليل. شنو باش يكون موجود عطينا فكره عامه خاصه وانها تحت شعار لاجلك فلسطين لاجل فلسطين اول مره يقع التحديد تقريبا التامل باش يخدم عليه مهرجان والمهرجان بدا 87 يعني في فتره اقول الزخم الكبير للاغنيه التونسيه من اجل مزيد ربما العمل على تطوير الاغنيه تم احداث هذا المهرجان اما قبله كان هو جاء من فكره مهرجان صليح مر بمراحل معينه وتبدل اسمه ايام قرطاج الموسيقيه ومهرجان الاغنيه ومهرجان الى ما الى ذلك توقف 4 سنين بعد الثوره لانه كان المنظومه السابقه لا تؤمن بالفعل الثقافي اساسا رجع بصيغه او باخرى متعثره ربما دوره عمناول فيها نوع من النضج وكانت يعني وفيه لمنطق المسابقه التفاضليه اللي تبنى عليها المهرجان هاته السنه نتيجه الوضع اللي مر به تمر به غزة أساس لا أقول غزة كل فلسطين من عرش على شلابات تقول تفصل هاتي عن تلك دونك تم إلغاء جي سي سي أيام قرطاج سينمائية لأنه تعرفوا أيام قرطاج سينمائية في السنوات الأخيرة يعني أصبحت يعني عرض أزياء من نوع خاص وأصبح برشا متطفلات يعني يتهافتون دونك فيها أجواء تقول أنت مشحونة كانت تم الحفاظ على أيام قرطاج المسرحية التي ذهبت في نسق من أجل فلسطين مهرجان الأغنية تم تأجيله لإعادة النظر فيه توا تم الإقرار 14 و15 الدورة هذه و16 ما فيهوش مسابقة تفاضلية كانوا من ضمن 55 عمل تم انتقاء 10 أعمال انسحب أحدهم لأسباب خاصة ستكون يعني فلسطين التي تسكننا ونسكنها باش تكون هي المحور الأساسي الأعمال اللي وقع انتقائها فيها يعني لجنة انتقاء من خيرة يعني الموسيقيين في تونس نقولوا هنا نقول عبد الرحمن العيادي اعتقد انه يعني اسم غني عن التعريف الاعمال جيده جدا لقينا انه الفنان التونسي والشاعر التونسي يتفاعل تلقائيا مع فلسطين ثم صور شعريه رائعه جدا انا ما يلزمنيش في اللحظه هذه نعطي التفاصيل الدقيقه واضح لانه ثم واجب التحفظ المهني المهم حفظنا على المهرجان فلسطين يعني هذيك بوصلتنا
التي لا نحيد عنها. فلسطين في القلب بطبيعة بشرة. دونك انت ملي قلنا على الخبر حبيت تحكي انت على فلسطين. ما نحكيش على مانيش باش نمشي برشا زعما هكا في كلام عميق زعما نتاع ثقافات باش نحكي بلسان الشعب اللي نسمعهم. برشا خذلان، برشا قهر، برشا عجز، برشا تساؤلات قدام هالسكوت هذا، خاصة الحقيقة من جيرانهم الجغرافيين. أنا مانيش فاهمين وين ماشية الحكاية توا، قديش عندهم عباد وصلت ما عادش حتى يضربوا فيهم بالكارتوش على فكرة، ولو يقتلوا فيهم بالشر. وانتي في السياق هذا عندك ما تقول لنا بشرى السلطاني. شكرا لك بشرى على الفيرمونس الحلوه هذه، خاصه انه هذا نصك انت كتبته. هذا شويه من النص، هو مازال طويل ان شاء الله تو كان نهبطوا معناها ان شاء الله.
فوزي كيفاش شفت البيرفورمانس هذيك؟ والله يعطيها الصحة، هو الإحساس والدعم للفلسطينيين هو أبسط حاجة توا نجم نقدموه على الأقل من خلال الفن. اللي قدمته بشرى معناها فيه برشا يعني فيزيون، برشا إحساس، برشا كونيكسيون مع الشعب الفلسطيني. رانا معاكم. نفس الشيء بالنسبة لمهرجان الأغنية كفكرة كمحتوى حاجة باهية برشا، رغم بعض الإخلالات كيما وقت اللي حجبوا الجوائز ما فماش برشا أعمال، مسانسة أعمال متراكمة، حجبة الجوائز فقط قضاوا 10 أعمال فقط في 3 سهرات. على كل هذا مهم برشا، المهم هو أنه ندعموا قضيتنا، والفن هو هذا دوره في ظل هالعجز متاع الحكومات اللي تتأسف وتندد ويكتفي دورها، في ظل هالأموال الطائلة اللي نشوفوها اللي يخوها نيمار وكريستيانو وغيره من النجوم، والناس ما عندهمش قطرة ماء في فلسطين، غزة وفي فلسطين بريمان معناها حاجة مؤلمة برشا، في ظل هالبذخ متاع منظمة التحرير الفلسطينية اللي يعيشوه والشعب والناس تموت للأسف. معناها اتفق العرب على لا يتفقوا، ولكن تونس ديما دعم قضيتنا وديما دعم فلسطين، أبسط حاجة النجم نقدموها إن شاء الله ربي معهم، وخاصة توا رمضان إن شاء الله ربي معهم بالحق، معناها وربي ودعمنا ليهم ديما متواصل. يعطيك الصحة فوزي بالطبيعة. أما ما سمعش تصفيقة من الجمهور على أخواننا في فلسطين وفي غزة. بالطبيعة كل فضامة مع أخواننا في فلسطين. سهريتنا متواصلة معاكم، فاصل وراجعين. نحكيو على سانتر مدام روضة بن غربال، أخصائية في العلاج الطبيعي، تعالج دونك. هون نحكيو على العلاج الطبيعي، مش هي موجودة معانا، أما أقوى من هكا على خاطر لي باسيونت نتاعها موجودين معانا اليوم. نبداو بضيفتنا مدام فاطومة. أهلا وسهلا. عسلامة. مرحبا بيك. وبيك عايشك. نورتنا. عايشك الله يرحمك. عايشك. نحكيو على تجربتك، ودوزيام باسيونت هي نجوى ميلاد. اي عندي باش عندي فوق العام من العيله وتلمت، انا تعرفت عليها دونك فوق العام، هي اللي هي بيا ولا هي بوجهي وبطني وبدني الكل. شنو عملت عندها؟ نعمل عندها في دي مساج الوجهي ودي مساج كل شيء باليد، وكيلكو زاباغي في الكرش نتاع الكترو دونك باش ننحف، ووجهي هزته لي الكل دونك كانوا عندي هذايا دوبل مونتون بدا يتنحى لي، التجاعيد بدات تنقص وكله بيدها. ما شاء الله عليها. ما شاء الله. اي دونك جي بوكو ايمي، خاطر ما فماش علاج طبيعي. اي خاطر ما فماش انترفونسيون شيروجيكال، وانا ما نجمش نعمل تدخل جراحي خاطر نخاف. دونك كي لقيت بودا بن مدام بودا بن غربال تعرفت عليها في ليميسيون هنا، دونك تعاملت معاها وقعدت وتحت معاها على الاخر يعني، وعطت نتيجه. انا توا نقصت تقريبا 12 كيلو معناها بخدمه مدام بودا بن غربال، والريجيم طبعا، الريجيم اللي هو ماهوش قاسي حتى تعرف. هي تقول لك شنو هي تقول لك شتاكل وش ما تاكلش، تعمل لك اكزامان من الاول غراتوي. دونك جو فو لا ريميرسي، ونقولها بالحق بالحق جيو لونور اني مراه كيف كنتي لهي بيا انا. هي اللي ياسر. كيفاش كانت تجربتك مدام فاطمه مع مدام رضا بن غربي؟ انا تجربتي كانت بما اني نخدم برشا في لي تورناج معناها نتاع مسلسلات وحدين كفي غيرونت، وبعد ولاو يجوني رول صغيره كي نخدم رول. اخر مره لاحظت لي ثم رول ما كنت باش نخدمه برانسيبال انا، ذا على خاطر الحكايه ذي، على خاطر عندي انا معني عملت كاستينغ وكل شيء وقبلوني، وفي الاخر بالكل جابوا مراه في عمري انا وفي حتى في طولي وكل شيء، اما شنيا هي ما عندهاش الترهل هذايا الدوبل مونتون هذايا. المراه اللي اختاروها باش تعمل دور برانسيبال هي صديقتي معناها مبروك عليها، اما انا نحب تجيني اكسبيريونس هكاكا. وقتها انا بالصدفه تفرجت في تونس كالعاده، ما هو نتبع فيك انا ديما، وين انت وين ميسه وين انا عايش، تبعتك في تونس عايش، تبعتك في تونس يا اخي، ريت مدام بالغربي قالت معناها اللي يحب معناها يعمل دي سيونس معناها مسابقه كمسابقه. الحقيقه كلمتها عملت على الباج معناها بعثت لها ميساج وكل شيء، من غدوه كلمتني هي بالتليفون وقالت لي، وزيد حاجه اخرى باش نرجع شويه، بالصدفه بنتي عمرها 23 برك
جاتني قبلها بنهارين بالصدفه، قالت لي ماما انا ظهر لي باش من هنا القدام باش نعمل هذايا دوبل مونطو خاطر كيف اللي باش نطلع كيفك، برشا قالوا لي معناها باش نطلع هذايا. كي كلمتها انا مدام راوزه قلت لها الحق معناها بنتي ولا انا؟ قالت لي ليه مرحبا بكم الزوز. انا بديت بيان عاد توا عملت عندها الحقيقه السي. شوفوا في الصور كيفاش قبل وكيفاش تا. هذه قبل اول حصه. قبل هذه قبل اول حصه ما شاء الله عليها بصراحه. ابار معناها العلاج الطبيعي عندي نفسيه مرتاحه ياسر عندها، ابار معناها العلاج الطبيعي ترتحك نفسانيا وتقبل وجهك. وحاجه اخرى انا ديما نشارك في هكايا في مسابقات سواء نعرف منتوجي مثلا نعمل قفاف ارتيزانا وكل شيء، تجيني فرص باش نمشي للراديو نعرف منتوجي نحس روحي ترى كيفاش. المره هذه بعد الحصص السته حصص جاتني فرصه، اول فرصه جاتني في راديو مشيت معناها عرفت بأكلة بلادي وانا مرتاحه هكايا نفسيا مرتاحه. علاش؟ على خاطر الست الحصص هذوكم ياسر معناها عطاو نتيجه بالبدا. عطاو نتيجه ومازلت انت باش تتبع. اي مازلت باش نتبع ونعمل دي رابيل كيما تقول لي هي معناها نعمل تمارين في الدار وتزيد هي قالت لي معناها اعمل وحدك في الدار. وريت كيفاش. وكلمت صاحبتي زاده ولوزتي وبنت خالي وكل مشي يمشيوا لها. دونك كيف كيف تنصح معناها العباد باش يمشي. اي باش بالطبيعه ننصح مادام فما النتيجه وظاهره النتيجه معناها ما شاء الله بعد ست حصص برك قالوا لي الفارق كبير بالكدا زاده. تخي بيان شكرا ليك وشكرا ليها زاده مدام روضه بن غربال، ارقام موجوده اسفل الشاشه يعطيك الصحه. يعيشك. نحب نقول لهم امشيوا لمدام بن غربال تلقاو حسن الاستقبال وتطلعوا كان بنتيجه هبال. محليها كانت هذه صوت مدام روضة بن غربال. تلقاو عندنا كل ما تستحقوا العائلة التونسية في شهر رمضان، أسوام ياسر معقولة وبرشا تخفيضات تستنى فيكم. مرحبا بكم بحذنا وإن شاء الله رمضانكم مبروك. فقرة مع زميلتنا مروة بريدي لو ديفي. رمضانكم مبروك. لو ديفي اليوم باش يكون هل انه ب 20 دينار يوميا المواطن التونسي قادر يجيبه بها مصاريف شقان الفطر، مع العلم انه اليوم الحد الادنى للاجور كما نعرفوا الناس الكل 459 دينار. لو ديفي اليوم مش باش يكون فيه وحدي، باش تكون معايا الكرونيكوز ومصمة الازياء رحمه هنان. يعطيني ال 20 بعد متاعي يعني. تقدر تنجم روحك رحمه؟ يا بنتي نفضل لك منها. باهي. توا باش تقضي لنا ما عندكش الحق راهو تزيد عليها حتى دينار ب 20 دينار هكا هاو ونشوفوا من بعد. هكا ونشوفوا حذاقتي عاد.
نجمو معناتها 3100 خليت بالباهي معناتها نتاع جيزوزة نتاع نجمو ناخذو زادا نقولو نحنا تفاحة حاجة. كما شفتوا وفما زاد كيف كيف دي في اخر الجمعه الجايه مش تكون حاضره فيه بشرى السلطاني. تحيه لزميلتنا مروه وخلينا نرجع لصاحبي بكار. مرحبا بك مره اخرى. صاحبي خلينا نقولوا الناس اللي ما تعرفش ونقول لك اللي كنت مبروك اللي تحصلت على جائزة أفضل برنامج رياضي سنة 2023 حسب جوائز اتحاد الشغالين. ألف مبروك. ربي يفضلك. ميرسي. تعني لك الجوائز هذه صاحبي؟ والله في العادة لا، أما كي تجي حاجة تفرحك أكيد، لأنه أنت تعرف وأنت عشت معنا توا 4 سنين في تونسنا، تعرف حجم التعب، تعرف التضحية، تعرف المتركاج اللي عشناها في برنامجنا الرياضي. كل مرة اسم كان بديت سبورت ونسنا، من بعد ديما سبور، من بعد الاثنين الرياضي، رجعنا 100% سبور، ومن بعد الاثنين الرياضي، وبعد دراسات في ملعب النجوم، تعرف المتركاج اللي عشته أنا شخصياً مع الهيكا، تعرف حجم الخطايا، تعرف حجم البرنامج وقفوه 5 6 مرات، هذا كله قلقني، هذا كله تعبني، كي تجيك جايزة كيما اليوم كيما هكا، حاجة تفرحك، سيرتو احنا خدمنا من غير حسابات. خدمنا النجاح مش نجاح صاحبي بكار، نجاح المجموعة ككل، نجاح قناة تونس، نجاح التقنيين الموجودين معنا، الأولاد الكل، البنات، الأولاد، لأنه عندنا بالحق نحب تصفيق على ليكيب تكنيك تاع قناة تونس، هذا أقل حاجة نجم نقوله. بالحق أنا واحد من الناس خنقولها بكل صدق، النجاح هذا يفرحني. علاش يفرحني؟ خاطر فما رجال ورايا، فما نساء ورايا، هذه هدية تتويج مش لصاحبي بكار، لقناة تونسنا، للإدارة، لسيد عبد الحميد بن عبد الله الرئيس المدير العام، إن شاء الله في شهر الفضيل، إن شاء الله ربي يخلص وحده، لأختي رانيا مجوجي المديرة نتاعنا، سي شهاب الغربي، ليكيب تكنيك الكل، ما باش ما ننسى حتى اسم خويا الأسعد الواتي، المخرج الكبير نتاعنا سي صادق دغيم. بالحق النجاح ما جاش من العدم. برشا خدمة، برشا تضحية، مع قلة إمكانيات، مع المنافسة الشديدة، مع أسماء يفوتوني خبرة في التقديم التلفزي، تلقى روحك أنت اليوم متكلاسي لول، تلقى روحك في الكان على الديجيتال أنت لول، حاجات تفرحني. نوفل الورداني قال هو لكن لا، احنا بالأرقام هبطت. نوفل خدم على فكرة، نوفل الورداني نحبه برشا، تحية ليه، خدم خدمة مزيانة، نجح في البرنامج نتاعو. هو يقول على روحه احنا عندنا أرقام تو كان تحب نخرجوهم الارقام. انا شفتهم وموجودين. موجودين شفتهم. تم انا جبت صدقني ميس، انا اللي تعنيني ارقام، اللي تعنيني دول للثاني الى العشر، تعنيني حاجه واحده انا كي نخرج للشارع نعرف روحي ناس ولا ما نسواش، نعرف روحي الناس تحترمني ولا ما تحترمنيش. اليوم كي تخرج للشارع كيفاش الناس تقدرني، الناس تحترمني، برشا شكر، برشا اعجاب، برشا يقول لكم برافو، واصلوا في الخط التحريري هذاك. راهو يا ميس نخدم بكل تواضع في اصعب خط تحريري مع بارابور لبقية الزملاء. احنا اللي فما يتحط سيرتابي اخطر الملفات حكينا فيها وكلفتنا برشا قلق، برشا قضايا عدلية. اليوم انا عندي 10 قضايا عدلية ضدي. 10 اليوم 10 قضايا مرفوعة ضدي انا وضد عربي سنقرية مثلا. تحية لصديقي عربي سنقرية. علاش هذا الكل؟ خاطر احنا اللي فما يتقال ما نحسبوش. مدام نجوى باهية نقولوا باهية، ما تخوفكش القضايا هذه، ليه ما تقلقنيش؟ ليه ما يشرفني المثول امام القضاء التونسي العادل؟ علاش؟ لا سرقنا، لا خطفنا، لما يدينا لكن فما بعض الكلام اللي البعض يعتبروه سلب، معناه يقول لك قول لك مرات صاحبي بكار يعني جريء جدا لدرجه انه ينجم يمس العباد في شخص معناها ويوجعهم وينجموا يحاسبوه قانونيا. القانون على راسي وعيني، اذا نغلط نتحاسب ما عنديش مشكله، اما حاجه نتحدى اي كان انا مسيت له عرضه ولا شرفه ولا حياته الخاصه.
هذوما حقت احمر من جو. اما وقت عندي ملف باش نحكي لك في خدمتك كمقدمه برنامج نمشي معاك لبعيد، حياتك الخاصه ما ندخلش فيها. باهي نرجعوا على الجائزه هذه. انت اليوم بينك وبين روحك تقول اي انا صاحب افضل برنامج رياضي عام 2023؟ نستحق باش نكون افضل برنامج رياضي 2023، مش انا صاحبي بكار، على المجموعه اللي معايا، على الناس اللي معايا، على السوجي اللي تطرقنا لهم. نقول لك انا شو إيه، لكن في النهايه برنامج صاحبي بكار اعدادي وتقديمي انا، تقديمي انا اوكي، اعدادي وتقديمي انا، لكن زاد انا ديما نحب روحي في الصف الثاني بالحق. ميسه معايا ناس زاد، ما نجمش وحدي انا باش ننجح برنامج. معايا دي كرونيكور، معايا صحفيين، معناه برنامجك هو الاول اليوم، معناه قبل برنامج عادل بوهليل، قبل برنامج نوفل توا في الكان جديد مازال ما، وقبل كيف البرامج اللي شاهدناهم في الوطنيه، قبل فهمي البرنامج. قلت لك ونعاود لك، انا الارقام صدقني ما تعنينيش، وعمري ما جريت. انا نعرف ناس، نعرف صحفيين، مع احتراماتي للجميع، نعرف شكون يهز التليفون، امان مايا صوت لي انا، امان فلان صوت لي انا، ما نعملهاش. هو يعرف انا عمري ما نهز تليفون لواحد يكتب علي انا، ما نقول لي مستحيل. لا انا قلت لك تو نحكي لك، انت تقييمك للشخص، قلت لك بينك وبين روحك انا راضي، انا ظني. لا ما قلتش انا افضل، برنامجي يستحق باش يكون في المرتبه الاولى. برنامجك يعني انت، ما قلتش انا فما مقدمين برامج ينجموا يكونوا يفوتوني خبره. عمناه ولا فكرت عادل الاول وانا ثاني؟ اي قلت خاطر عمناه ولا عادل، ايش نقول لك؟ عادل بوهلال بالذات، عادل تعرف 10 سنين مع بعضنا في جريده اخبار الجمهوريه، ناكلوا مع بعضنا في الصحن، عادل يجيب فطوري نفطروا مع بعضنا، يجيب فطور خواتي انا وعادل. انا فما حاجه ما ننساهاش لين نموت، انا في بيروي نهار كلوتور نتاع اخبار الجمهوريه جاني الاخبار بابا توفى، عندي 10 لا يرحمه، عندي 10000 في مكتوب، 10000 عندي، بابا توفى، اسم صاحبي بكار في الصحافه المكتوبه، وعملت ليزانترفيو مع اكبر الاسماء، اكبر الحوارات عملتهم انا نخدمها في اخبار الجمهوريه، والارشيف موجود عندي. الو بوك توفى وانت عندك 10000، يدخل يسمع في اللحظه ذيك، مهما كانت شخصيتي انا قوي شويه وانا نتوجع وما نظهرش، شديت روحي من نهار بابا الله يرحمه ونعمه، بعد 10 سنين دياليز، بعد معاناه، وبعد نلقى بابا توفى وانا ما عندي حتى دوره، من اللي خدمه نخدم فيها انا؟ قلت مهنه المتاعب، التعب، الاسم العالي والمربط الخالي، تلقى روحك ما عندكش. يدخل عادل بوهلال ما نساهيش ليه لين نموت، يجيب لي الوقت هذاك 2013، يجيب لي 500 دينار في الوقت هذاك عادل، باش انا عمري ما طلبتوه. عادل دخل في الوقت، قلت له وحده معناها، قلت له عادل عندي، قال لي ليه ما تحكي لي حتى حكايه ذاك بابا، ويخلط علي انا تحيه لاهلي وفاميلتي واخواتي في سليانه الناس الكل، ويجيني لسليانه لدفينه بابا. ما نجمش الراجل هذا باش نقول انا الاول هو الثاني. صحيح نعمل حصص خير من عادل، نعمل اوديمات مرات خير من عادل، وهو يعمل مني حصص خير مني. معناها دخل شخصي في المهنه. لا لا لا، معليه تفهم، نجمو نفصلوا. عادل كفاءه كبيره. نجم تكون مثلا عندي انا زميله وهي صديقه مقربه، لكن نعرف اللي هي ما مستواها. انا حكيت لك حادثه مهمه برشا مع عادل بوهلال، قيمه ثابته. عادل بوهلال قيمه ثابته، عادل بوهلال عملناه الهولول، العمل قبله هولول، اكيد يلزمني نحترم القامه العالميه. يعني حتى مهنيا تعتبره بالطبيعه قيمه كبيره عادل بوهلال. عندك عده مواسم في قناه تونسنا، دليل على شنو هذا؟ دليل على الثقه المتبادله، دليل انا لقيت راحتي، انا عملناهم عندي زوز عروض. كنت باش نخرج سبقتني بزوز عروض. اي عملناهم عندي زوز عروض. كنت شكون يقول لك كان مش قناة تونسنا صاحبي بكار ما ينجمش يكون في حتى قناة أخرى؟ لا صاحبي بكار أكد اللي هو يسوى، يقولوا اللي يحبوا. نقول لك حاجة، يقولوا اللي يحبوا. فرصة باش تجاوب. لا نجاوب، فين نجاوب؟ فين نجاوب؟ شكون يعرف عليه؟ باش نجاوب أربعة من الناس يتخباوا وراء الكلافيي ما عندهمش، أما نعرفهم. حتى من زمن الميدان. نعرفهم صدقني ميس، أنا نعرفهم. أنا عاملين لي باجات باسمي وحملات، نخرج للشارع نعرفه إكس، يعرضني يصور معايا، يا باترون يا معلم الله جرأة عندك، هو نعرفه يسب فيا. فرشة نفاق. أنا ما نقول لك حاجة، شعاري يا جبل ما يهزك ريح. اللي يقول ما يقول صاحبي بكار أثبت به. خلينا نحكيه بأكثر جرأة. أنا عملت 7 سنين في تونسنا، غبت أربع حصص وقت مرض بالكوفيد. ما غبتش حتى حصة. 7 سنوات، غير اللي يدعيوا اللي هما أفلاطون نتاع الإعلام الرياضي. يعملوا 6 أشهر ويتعداوا، فما شكون عمل 4 حصص ومشى يتفسخ.
علاش زعما انا شعري اصفر وانا ازرق؟ تقصد لا. حسني زغدودي؟ لا 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 ما اقصدش حسني، حسني هو عمل اربع حلقات. لا 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 ما اقصدش، يعني لا نحكي لك قبل. حسني زغدودي قيمه ثابته، اعلامي كبير، ظروف ما خلتش حسني راه مش فاشل، ما فشلش حسني زغدودي في قناه التاسعه. ما حسني سامحني، حسني فشلوه في قناه التاسعه، حسني حطوا له العصا في العجله في قناه التاسعه. قوسين هذوما باهي نكمل. معناها انت ما تخوش على الناس اللي يقولوا الكلام هذا، يقولوا اللي يحبوا، يقولوا اللي يحبوا، يقولوا اللي يحبوا يهزوا التليفونات. منين العروض؟ لا من انت تعرفهم، انت تعرف فما عرض منهم تعرفوا انت، فهمت؟ ما نحبش نقول لاني انا نجي نقول لك علاقتي بقناه تونسنا. فما يعرض عن طريقي يعني خلينا نمرق من عندي. عن طريق انت، اما خلينا ما يصير نحكي سيريو انا. علاقتي بقناه تونسنا داري، قناه تونسنا. راهو قناه تونسنا ما يعرفوش العباد وسط اغراءات ماليه لقناه تونسنا باش انا نفنحها. سي عبد الحميد قال لي رانيا المديره نتاعنا تحيه لها هي تعرف شكون جاء من اجل باش نتنحى انا، قالت لا زعما شنو صاحبي بكار شنو انا؟ اما انا بكل تواضع انا راجل، انا صاحب مبدا، قناه تونسنا اعطيني مش شعبويه، اعطيني شهريه باللي تحب انت، وما نخلطش في قناه تونسنا نقعد في قناه تونسنا. علاش؟ فما نجي نقول لك انا في فتره ما عندي صاحبي تحيه ليه النوم دافير اقترح عليا باش نمشي الحوار التونسي وما فماش رياضه. حكينا، قلت له نحكيو، حكينا في كل النقاط تقريبا. صارت جلسه من سامي الفهري في دفينه بو عبد الرزاق الشابي. وقعت مولاسنا ونعرف لي كل شيء. خوه بوه عامل عروس الله يرحمه. في دفينه بوه عامل عروس الله يرحمه وينعمه. في دفينه صارت جلسه من سامي الفهري. تكلمت انا ما سكتش، لان نجي نقول لك الراس ما ينح اسمك سامي الفهري، اسمي صاحبي بكار. كل واحد عنده اسمه وعنده قدره وعنده كرامته وعنده عزة نفسه، عزة نفسي بالدنيا، لو كان تكتب لي القناة هذه باسمي توجعني توجعني راني ما نسكتش، راني نتكلم، متربي، نحترم، نقدر، ما نوجعش الناس، مي راني نعرف صاحب موقف، نعرف ناخذ مواقف. نعاود لك قناة تونسنا تقول لي باش نمشي القناة، فيش يفوتونا القنوات الأخرين في قناة تونسنا. فما خير من ميسا باديس؟ ما فماش. لا لا خليني نتكلم انا رايي انا رايي انا. فما خير من علي الشابي؟ ما فماش. فما خير من صاحبي بكار؟ غرور ما يسالش، ما فماش. انا في قناه تونس مدلل بالحق، مدلل برانس اللي نحب يتوفر لي رغم كل شيء. الور انا الدلال اهم الفلوس؟ الدلال والقدر. الدلال يعني ظروف مواتيه القدر. لا لا القدر. لا لا انا مدلل. لا مدلل انا. لا لا انا مفتخر بها. اهم الفلوس؟ اهم الفلوس، قدري اهم الفلوس. اهم الفلوس، واضح. اللي يميز برنامجك اليوم على بقيه البرامج، ونعرفوا سهره سنين فما عادة برامج والناس تبدا تختار باش تتفرج، تونسنا الحوار التاسعه وين باش تتفرج بالضبط، شنو اللي يخلي اليوم حسب رايك الناس اللي تتفرج تختار صاحبي على بقيه البرامج؟ هما يجاوبوك لان احنا ما نمسكيوش. وانت تعرف محترم، وانت تعرف، انت تعرف نقاط قوتك. لا ما نحبش نحكي على روحي، احنا اهم الملفات الرياضيه المسكوت عليها حكينا فيها. هذا تاج على روسنا، المنظومه الفاسده لكره القدم التونسيه اذا فما من ساهم في اسقاطها راهو برنامج الرياضي لقناه تونس. انا ما قلتش برنامج الرياضي لصاحبي بكار، قلت البرنامج الرياضي لقناه تونس. يعني تلعب بالكلمات. لا مش انت ما نلعبش، ما نلعبش، ما نلعبش، ما نلعبش، كيف يعني ما نعرفش نلعب. برنامجك هو زاد مازلت اليوم ربما ما نجحتش انك تقنع بعض الضيوف انهم يكونوا في برنامجك. اعطيني اسم، اعطيني اسم. مثلا عايده عرب. عايده عرب هي عندها موقف تقول لك ما نمشيش لصاحبي بكار، نحترمها. قلت لي جاني بالسيف بشرى السلطاني. لا لا ما توجعنا، احترمها عايده عرب واعلاميه كبيره وقديره. انت قلت انا موجوع. شكون؟ وقتها كي في رده فعلك على راديو ماد قلت يعني في اللحظه هذيك اي اجي نقول لك انسان بعد أنا تصريح عن وصفه المشاهدين بعد تصريح انا كي نحترمك انا ما نحضرش معك انا كي نحترمك ونقدرك ونخزر لك بعين كبيره كي بتجي كلمه باش توجعني انا انسان في الاخر، لكن هذا لا يفسد الود قضيه، من حقها ما تجينيش. اما اكبر الاسماء الرياضيه جات القناه تونسنا وجات البرنامج الرياضي، والناس الكل اللي يجي غدوه ونحرجوه ونشكسوه ونحطوا له على الطاوله الاسئله الحارقه والمحرجه، لكن مره اخرى استدعاه يرجع لك. علاش؟ لو كان عايده
عايدة عرب؟ عايدة عرب تعمل برنامج، تحضر معاها ضيف؟ نحضر معاها ما عنديش مشكلة. تحضر معاها؟ نحضر معاها. اه عندك راحة بتصدق. لا ما عنديش بالحق، ما عنديش مشكلة. تستدعاني نحضر معاها. هي تقول لك صاحبي ما يعجبنيش، من حقها ما نعجبهاش. مانيش أنا باش نعجب الناس الكل، أنا يكفيني كي نحط راسي على المخدة في الليل نرقد، ضميري مرتاح، نقدم في مادة. إيش نقول لك؟ يقولوا اللي يحبوا. صاحبي بكار ناجح. يعملوا اللي يحبوا. اللي يحبوا يقولوا صاحبي بكار ناجح برضاية الوالدين. وبالخدمه نتاعي بكل تواضع، لا بكل غرور الناجح. اه بكل غرور. نرجسيه شويه نرجسيه. لا لا اذا قلت بكل غرور. نحكيو على جديدك رمضان السنة، الكاميرا كاشي اللي هي الكاميرا الخفيه، شفناك عام ناول واللي نجحت برشا. استحليت نجاح الموسم الفارط؟ والله لا صحيح. اجا نقول لك كاميرا كاشي عام ناول، فكره عدام بن مراد من الاول صنعته حق العباد، قال لي نعملوا كاميرا كاشي، قلت انا ما راش روحي في كاميرا كاشي. انا رزين شويه، عاقل شويه، ما نجمش نكون، قلت شنو هو الكونسيبت؟ قال لي الكونسيبت نعملوا عندنا انترفيو، نتقابلوا في طياره مع شكون وبومبا غاز، قلت له لا هذوما خدم، ما نحبش الفجاعه، يزينا مفجوعين في حياتنا بطبيعتنا، اقتنع من الفجاعه. قلت له ما تعملش عليا، روحت نهار انا سهرت، كنت نصر مع اصحابي، روحت تفرج في التلفزه. قلت ليش نعمل في حياتي؟ انا مقدم برنامج رياضي. علاش ما نعملش كاميرا كاشي خاصه بلي سبورتيف؟ ويبدو اني اصبت الاختيار. اول مره في تونس تعمل برنامج كاميرا كاشي خاص بفئه معينه اللي هم الرياضيين. صحيح. كنت متاكد من نجاحه بشرى، كنت متاكد. نجاح حقيقه. ما كنتش نتصور بالنسبه الرهيبه هذيك، لانه نجاح الناس يقولوا يقولوا صاحبي بكار وعربي بسنقريه باربعه باب زماء. فتقوا الدنيا وناس صرفوا المليارات ما عملوا حتى شيء. هذه الحكايه عم ناول. نجيو للسنه، السنه يقول لك تنجم ما تنجحش التجربه مره اخرى. خفت منها برشا. تنجم ما تنجحش ويقول لك ربما مو فبركه السنه كاميرا خفيه على خاطر نفس الفكره تقريبا اللي تعملت عم ناول، والناس يعرفوك معناها في الكاميرا الخفيه ومعاك العربي سنقريه وبرنامج رياضي، معناها شنو اللي تبدل اليوم باش انت تقنع الضيف اللي هي مش كاميرا خفيه؟ اول حاجه صورت 15 حلقه مع 15 شخصيه رياضيه، اسماء كبيره في الساحه الرياضيه في الجديد نحكي لك، اسماء كبيره، لكن بنسبة 99% ما تعاودتش نفس الفكرة ونفس الأشخاص. الوحيد المعروف في الأوساط الرياضية كل مكرم اللقام، الوحيد اللي طاح في الفخ عم ناول أثناء مكرم اللقام، هو الوحيد من جب. نعطيك لي كنتي سر ميسا باش تحكي على الفبركة. عم ناول بروبوزي باش نعملوا 20 حلقة، الوقت الزرب عملنا 17. أنا عندي ما نعطيك شكون قال لي خويا خلينا نكملوا 3 على 20. قلت له يا ودي ما الاولاد تعبوا، ليكيب تكنيك تعبوا برشا، ما عادش نخلطوا. قال لي خويا وعندنا 3 اسماء اكس وايكغيك وزاد مستعدين يجيو ونعملوا تمثيليه. قلت له لا انا باهي شنو 17 وانا متاكد باش ينجحوا، 17 ينجحوا، 10 على 17 ينجحوا، فيهم 3 مغشوشين شنو باهي انت تتعدى. ما تضحك وتشيخ بشرى عبد الجليل الناس تقول يا ملا كاميرا كاش، لكن انا ما نحترمش روحي. أنا تسمى ضحكت على الناس وضحكت على روحي وضحكت على الناس. أنا ضد الفبركة. أثناء صحيح خفت برشا، أنا في وقفوني في الشارع يسألوني فما حاجة أثناء، نقول لهم لا ما فماش، لكن في مخي فما حاجة. لابروف الإدارة وقت عملت كان أثناء كان تونسنا 2024 يسألوني حتى الأولاد فما حاجة أثناء، نقول لهم لا ما فماش. خسرت شوية وقت صحيح، أما قلت خليها في الدقيقة 90 ولو أني عندي شوية تردي. يا ربي تنجح كلامك صحيح أنت يا ميس، زعما كي يراوني انا وعربي ما تجيش اوتوماتيكمون في مخه كاميرا كاشي. قلت برا نتعاملوا على ربي ونتوكلوا على ربي، نبدلوا الكونسيبت شويه. وفي الازمه الاقتصاديه واحد في الكواليس كيفاش تعاملت مع ضيوف؟ خلينا نقول لك التونسي توا سامحني في الازمه الاقتصاديه تحط له 20 مليون اسباس على الطاوله ريقته تسيل، ينسى امه وينسى ابوه وينساني انا صاحبي بكار وينسى عربي سنقريه وينسى كاميرا كاشي. على ذكر عربي سنقريه برشا يقول لك هو اللي صنع خلينا نقولوا في الفترة الأخيرة نجومية صاحبي بكار في البرنامج من الأول وبعد في الكاميرا الخفية وخاصة في الكاميرا الخفية. صحيح عنده فضل كبير عربي سنقرية باش أنه معناتها نجح البرنامج في وقت من الأوقات وبعد كيف فما نجاح عن طريقه هو في الكاميرا الخفية.
عربي سنغري اعطى اضافه للبرنامج الرياضي، ما نكروش اعطى اضافه للكاميراكاشي. اما سامحني بكل تواضع خنتق نقولها، ما عربي سنغري ما احترمتي لي خويا وعشير وعشر سنوات، انا عرفت انا قدمت عربي سنغري للتوانسه. هو عنده بروفيل لغوي. شوف اش قلت قبل ما نتكلم، عربي سنغري قيمه ثابته واعطى اضافه كبيره للبرنامج. ما قلتلكش ليه هذا، اما انا كي تقول لي عربي سنغري عرف بالصحبي بكار، مش عارف سمحني. مش عارف صناعة نجومية نوعا ما. نجومية شكون؟ نجومية معناها دي مليون عربي. ليه روح عربي البرنامج الكاميرا كاشي وعروض حتى ليه هو الكاميرا كاشي والبرنامج الرياضي صناعة نجومية كبيرة العربي سنغرية. أما في بالي قلت يا عربي صناعة نجومية لي أنا، قول لك ليه؟ أنا سامحني بين معقفين، أنا قدمت عربي سنغرية للناس للتوانسة، أنا أعطيته فرصة عربي سنغرية وهو بموهبته. أكد أكد اللي هو أنت قدمت برشا عباد، ربما هو بموهبته يعني. عربي سنغرية أكد عنده ستيل خاص، عنده روح، عنده روح خفيفة. نختلف أنا وعربي سنغرية في عدة نقاط، مي كي نطلع في البلاتو متأكد عربي سنغرية باش يعطيني إضافة. بعيداً عن الكاميرا الخفية تعتبره هو نقطة قوة البرنامج؟ لا 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 لا، أنا باش نهضم نهضم حق ناس اخرين. مكرم اللقام نقطة قوة البرنامج، سامي الأكريمي قوة البرنامج، رضا بوراوي قوة البرنامج، سي صالح الثابتي السجاس والرزانة والكاريزما قوة البرنامج. عربي كمل نقطة من نقاط قوة البرنامج. مش قول لي هو الأقوى. نعم الأقوى. لا ما فماش أقوى، تحب أقوى؟ أنا مول البرنامج، أنا الأقوى. أنت الأقوى. أي أنا صنعت البرنامج، أي أنا البرنامج. منتهى الغرور. لا منتهى الغرور، لا باش نحكيو باش نقولوا الحقيقة. عربي خويا وصاحبي وأنا يستاهل وما ندمتش وما نندمش، اختلفنا في الصيف. قال برشا كلام وغلطت وخرج على الطريق السوي، لكن بعد عرف اللي ما يلقى راه ونعاود نقولها. عربي سنغري نجم يمشي لمنبر آخر ويخدم، ربي يوفقه. ما يلقاش النجاح، ما يلقاش النجاح انا عليها، قل لي عليها، لاني انا نعطيه حريته. انا ما نلجمش لفواه، انا كي تبدا عندي كرونيكوره معايا في البلاتو، وقتاش نتدخل؟ كي باش تخرج على الصراط المستقيم تصفي حسابات خاصه، وقتها نتدخل. كي باش تمشي تمس عروضات الناس، وقتها نتدخل. مي اذا باش يلقى واحد يعطيه كارت بلونش باش يلقى حريته، ما يلقاهاش كان معايا. في الكاميرا الخفيه فما حلقات صورتهم ماهمش باش يتعداو؟ لا، اللي صورتهم كل باش يتعداو. وكي تطلع حلقة نص نص، حلقة مش ناجحة ربما مش بالضرورة باش يكونوا. أنا 15 على 15 كي باش تلقى لي 13 توب وزوز ما عادش. عادي. من الكاميرا ولا ما نجمش نعمل 15 100%. أنا ندمت على حاجة، يا ليتني صورت ملكان. كان صورت ملكان راني عملت 30 حلقة، راني عملت شهر كامل. لكن اللي نأكده لك ليك وللسادة المشاهدين اللي تابعوا في برنامجك، نعرف عندك جمهورك ميسا وهذه حقيقة. اللي نأكده لك اقسم بالله لا نقبل باش ندخل في لعبه قذره نتاع فبركه نتاع كاميرا كاشي. واضح. هذا ثابت والاكيد. 2023 2024 العام هذا اللي تعدى اريح عام عندك صاحبي؟ وي. بعيد عليك صحيح يرحم والديك. ليه ما انت عشت معايا الكاميرا الخفيه سيارة جديدة حكيت عليها توا. يا برا سيارة جديدة. غير ما كرم وانت عندك سيارة زادت الجمهور أكبر. المهم بنص المهم ما فاتش 3 مليارات. خاطر فوق 3 مليارات يلزمك تعطي 5% منهم للدولة. لا ما ندخلوش في هذا مدام نجم. يعني عام ما شاء الله عام فيه. خاصة ارتحت شوية بالحق، راني كنت كل بعد حلقة يدي على قلبي. راهو رجع لي حتى على صحتي، وتعرف السهرة أنت في بلاصتك أنت غاديكا، وأنا في المباشر مشيت للكلينيك، ما كملتش حصتي. راهو مسهل تتكلم كلمة وماكينة تخدم لك، راهو مسهل وماكينة تستنى فيك في الدورة. علاش بشرى قالت بكل حب أستقيل؟ كأني نعرف أنا علاش أنا تكلمت، لي نعرف الوجيعة من داخل، نعرف شنو الجرح من داخل. راهو يا ميسة أنت تعدي حصة توب، تستنى في الناس باش تقول لك بارك الله فيك، تكلمك رانيا ولا سي شهاب وينك صاحبي، هو يقول لي وين، نقول له هايكا، يقول لي اي جلاله لاباس، نلقى هايكا. معناها تسعة مرات تخلص. راهو هرسله، هرسله كبيره. انا نحب نقول يرحم والديك السيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد. يعجبك وين تقبل تربح، علاش؟ لانك يعني خليتني على الاقل مرتاح. بالحق راني كنت عايش نحلم بها لايكا. كوابيس راه. شكون وراه هذا صاحبي؟ ايش نقول لك؟ المنظومه ذا المنظومه ما نحبش هو ربي يخلص وحده، إذا فما واحد حب يدبر يدمر زوز من الناس ما نسمحهمش قدام ربي.
وزير الشباب والرياضة الأسبق حمد قعلول وقف لي برنامج 20 مليون اختية ما نسمحوش إلى يوم الدين. وديع الجري الهرس للعمل هذي مع لايكا ما نسمحوش إلى يوم الدين. منحكي أما ربي خلص وحده. أنا نذكر مرة في رمضان معناه تعتبر وديع الجري هو اللي كان وراء معناتها المشاكل صارت لك مع لايكا. أنا أعطيك حاجة يعني. أعطيك حكاية للتاريخ وقف برنامجي من لايكا في رمضان في الكوفيد لول أنا في داري نتفرج في التلفزة كلمني وديع الجري ربي خلص وحده شنحوالك صفا لاباس صح شريطك أهلا بيك شنحوالك رئيس صفا قال لي والله قلبي معاك واليوم راني سمعت اللي الهيكا وانا عندي ثلاثة ايام اللي وقفوا لي البرنامج وديزولي والله غالب وانا انا اخوك اني بحذاك في اللي تحب قال لي نعطيك نصيحة اقسم بالله يا بشرى ان شاء الله ياخذوا من لحمي كي نزيد نفس عايشك قلت له شنو سي وديع قال لي اختاك منه من البرنامج هذا انا كان عندي برنامج في الصيف اسمه تكويرة صيفي نكمل السيزون مسجل كل مره ناخذ شخصيه رياضيه اسم كبير نصوروا في كونديسيون تاع سيف على البيسين وعلى البحر وندخلوا نحكيوا على الحب وعلى السياسه والكوره فهمت متلوشة نجحت بجدا قال لي خويا خلي البرنامج هذيك واختانا من الحصه المباشره اختانا من الديباد اختانا من الديباد وانا اول نضيف نجيك نسجل معك قلت له سي وديع بارك الله فيك عن النصيحه اما راكم نهار الاثنين باش تلقاني في برنامج على المباشر نهار الاثنين في برنامج ملعب النجوم قال لي قول هايكا قلت له هايكا خليها تعمل الحب وانا تو نعمل الحب ونرسمي بسناتي هذا دليل ادانه شنو هو؟ دليل ادانه للوديع الجديد مش دليل لا مش خاصه انا عندي دليل اخر معناه اللي هو بالعكس مثلا انت في ازمتك الصحيه ما لقيت كان وديع الجاري والله تنكر هذا صحيح؟ لا مارك تعرف وقت تقول لي ننكر انا غبت اربع حصص وانا في الكلينيك بحي. كورونا صاحبي وقت اي كوفيد الله لي يوريكم اخطر واحد عاش في العالم هو انا الكوفيد خاطر على الوجيعة اللي حسيتها انا طلعت في بلاصتك انت نخدم نهارتها رجعت تعب شويه صوتي رجعت خدمت حصه مسجله والولاد يتذكروا بالكدا اول ما طلعت اغلبني احساسي بكيت في المباشر وشكرت وديع الجري معناها مش مخبيه وخرجت الحكايه راهي ما خذيتش رشوه راه وديع الجري هو اللي اتصل بيا عن طريق قيصر قاس وعربي سنقريه وقتها هو اللي علم وديع قال له راهو صاحبي راهو مريض من بعد سمعتها وسي محمد وسي العربي الدبابي نوجه لهم التحيه كلمني وديع الجري وقت كلمني ما نجمش نجاوبه انا خاطر نتكلم نتخنق ما نجمش قال لي جاوبني ميساج قلت له راني تاعب الصباح جاب لي جابوا لي امبيلونس وهزوني الكلينيك مون بليزير عاد شقول لك شرف ايه يرحم والدين والديه الى يوم الدين لكن كي خرجت من بعد كلمته استكثرت خيره قلت له سي وديع انا كنت باش نخلص باريتريت الكلينيك باش نخلص قال لي ما عادش تعاود هذه انا عملتهم الخويا وما نستناش منك حاجه في الاثناء تجي من بعد تعرف اصعب فتره عشتها في حياتي بعد الكلينيك خلص علي ما يقارب 24 مليون من فلوس الجامعه التونسيه كنت ادبره فما صندوق باش نبدو واضحين مش من ماله الخاص تجي قضيه هلال الشابه الشهيره انا شابيه قضيه هلال الشابه والمظلة اللي صارت ايه وباهي معاك لا شيء خلينا نجاوبك ميس شفت محلاك باهي معايا ايه هلال الشاب لا هذا يا خوك ما يعملش معاك خليني نكمل خليني نكمل نكملك راي مهمه راي مهمه برشا واحد اخر يولي تبيروج باش يتعدى فوقه وديع الجري كلمت الاستاذ فتح المولزي قلت له يا متر فهمني تحيه للاستاذ الكبير فتح المولزي قلت له فهمني شنو قضيه هلال الشاب انا مانيش رجل قانون قال لي صاحبي شنو مشكلتك انت قلت له نحب ندافع على الحقيقه قال لي فتح المودي صاحبي وديع الجريم زيك يخلص الكلينيك قلت له لو كان يشري لي تونس هلال الشابه مظلومه قال لي مظلومه وظلم هلال الشابه تبنيت انا قضيه هلال الشابه وضربت بالبنيه مع هلال الشابه وجات الاغراءات وجات محاولات فلوس واللي تحب انت وقت قبل ما ناخذ القرار باش نمشي مع هلال الشابه ثلاثة ايام ما رقدتش انا وديع الجريم منعني من الموت وديع الجريم خلص الكلينيك شو نعمل انا يا ربي تليفون فتح المولد هو اللي حسم الحقيقة وين؟ هلال الشابة مظلومة تبنيت نبرو صاحبي بكار توفيق المكشر ربي خلص وحله شري لي كهرباء توفيق المكشر عمل لي 25 مليون شهرية أثر الأثرية أنا في تونس ما خلوا ما قالوا لكن أنا دفعت الحق ولا بروف أربعة قضايا ربحتهم هلال الشابة ومن بعد رجعوا ظلموها هلال الشابة ودمروها هلال الشابة من ظلم إيش نقول لك وديع الجري راجل برشا في الجانب الانساني عمل برشا خير
برامجي انا واضح ربي يخلص واحد ربي يخلص واحد انا جيت انا جيت لاصحابي في الكرونيكور قلت لهم ممنوع الحديث على وديع الجارية ثم قضى تونسي يا خو صاحبي سميت لي زوز اسماء قلت لي ما نسامحهمش تضيف لهم اسم ثالث عبد السلام السعيدان لا ما نخلقوش ايش نقول لك عبد السلام السعيدان اللي هو رئيس السابق رئيس السابق نادي البنزرتي ان شاء الله ربي يخلص ان شاء الله ربي يخلص وحلو في حاله فرار وربي معه ربي معه انا معليش ما نحبش نحكي عبد السلام السعيداني لسبب بسيط لانه فما ملف قضائي امام انظار القضاء حتى قضائيا عندي تعليمات مش منحكيش فيه الموضوع لكن عبد السلام السعيداني سيدفع الفاتوره باهظه باش يخلص هو البر البلاد برا لداخل خليه يقعد 5000 سنه لبرا ايش نقول لك ماكش باش تسامحه؟ لا ما نسامحوش، نتعارك معاك في اللي تحب. كرامتك، ما فماش أنت وشابك. صورتك قدام الرأي العام يعني، أنك تظهر متسامح قلبك. لا لا لا، متسامح نتسامح، فما حاجات تتسامح فيهم، فما حاجات ما نسامحش فيهم. راني كي نمسك في كرامتك، ما تسامحنيش أنت. إذا تسامحني غدو الناس الكل باش تنقز عليك. أكثر واحد توا باجات مضروبة، حملات مشبوهة، أما الحمد لله يا ربي. الحمد لله في الشهر الفضيل انا راكز ما ياثروش فيا ذوما واضح كان جيت انا ضعيف شخصيه رم دمروني وراني مشيت حاجتين يمكن راني مشيت للحبس ولا مشيت للرازي ان دو دو ما يخلوه والله بشرى ما يخلوكش اما رضيت والديك وراكز وكل عام نزيدوا نقدموا لهم اكثر كل عام نزيدوا ناكدوا لهم اللي احنا ناجحين هذاك راس مالي لا عبد السلام السعيداني لا وديع الجري لا امثاله باش يحركوا فيا شعب تجربتك في راديو ميد عن مده ما سمعناكش خرجت ولا خرجوا؟ لا لا خرجوني ما شنو معناها خرجوك؟ سؤال سؤال نجاوبك على السؤال مين نعرف يعني؟ راديو ميد سيد زهير السيد تحيه ليه مولا الراديو عنده لوكال نتاعو في نابل لا لا في تونس في تونس كنا نخدموا فيه مع بعضنا انت تخرج نهار السبت من ثلاثه وانا نضغط ناخذ عليك الروليف هكا ولا راديو النجوم عاد والحمد لله والله الحمد لله وعزيز عليا الراديو اما لا غالب برشا ظروف انا من مؤسسي الراديو من بعد انت معلم على الجزيره لا من مؤسسي من بعد الراجل جات معلومه اللي هو باع لوكال نتاعو صحيح وحب يكتفي بنابل كلموني باش نمشي نابل قلت لهم باش نعمل نافات كل يوم نابل لا ما تقلقش عليك مع جاتني كان وجاتني برشا خدمه قلت خليني نرتاح وتعبت يعني فقط النقطه هذه هذا نعم. هو السبب خاطر هي نفسها ليكيب يعني هو هذاك المقر الرسمي يعني للاذاعه فين نابل هو المقر الرسمي انا وين انا كي كلموني وتفاهمت معاهم وين نخدم في تونس انا ساعدني انا من نعمل نافات نابل معناها نظرا لالتزاماتك ما تنجمش تتنقل للكابو ما نجمش وزيد من بعد فما حاجه اخرى مش كان انا برنامجي الرياضي مدام ايمان مداحي المديره نتاع الراديو كيف كيف برنامج واقف لكن سي لطفي تحيه ليا لطفي العماري لكن كلموني ديرنيرمون قادرين يحضروا في اوكال جديد باش يرجعوا لتونس وكيف كيف راديو ميد ان شاء الله قريبا ان شاء الله فما امكانيه كبيره اخر الجمعه ذي يرجع راديو ميد ونرجع نباشروا في استديو تونس معناها تنجم ترجع انت فقط مشكلتك التنقل مشكله خاطر الجمهور يسال يحب يعرف طرش هبطوا انت راك الدوخ طرد الصحبي بكار ما يسالش وصالح الثابتي لاسباب اخلاقيه من راديو ميد اللي من راديو ميد يا ريت كفايه نوفى لك الفرصه باش توضح لا شوف من قله الحياة لاسباب اخلاقيه قبل ما نختم معاك صاحبي قبل ما نختم معاك نحب نخلي الكلمه لعبد جيل سمراني تفضل باختصار انا باهي صاحبي صديق الدربة وقريبي ولد بلادي والجامعيتي كورنا مع بعض باهي انا كنت كوارج عليه هذيك حاجه اخرى خدمه معي ايضا في الصحافه المكتوبه سنوات انا كنت رئيس قسم صفحات ثقافيه وهو سبور باي. هو دوخ انا مارست انا التلفزه قبله والاذاعه قبله من بعد هو ربما الاستمراريه ذاك امتيازه انا وانت تحكي مع صاحبي صاحبي يشبه روحه وضاح ومفضاح انت ربما صاحبي بين جريء جدا في التلفزه كان اكثر جراه في الجريده تذكر صاحبي في اضواء اوكي لان نشبه لبعضنا في برشا حاجات كانت الكاميرا كاشي سيرتو العمل صاحبي خرج على القماش الرياضي صاحبي من اللي بدا سبور كوارجي يكتب في سبور تو يكتب في سبور ما كتبش محكمه وزو واحد نو بالنسبه للكاميرا كاشي علاش العباد مشات رجعت تفرجت اول حاجه اللي خلق كاميرا كاشي في تونس هو رؤوف كوك او اللي ابتدعها رؤوف كوك ورياض بن ثابت في اليسون باهي بعدين
خذا عليه مروليف محمد العوني، هو محمد العوني اكتشفوا رؤوف كوكا في الكاميرا كل شيء. خذا عليها خذا محمد العوني عليه روليف وانتج. جات الثوره ولات ما تسمى بكاميرا صدمه، مش كاميرا كاشيه، تحط انت زلزال والتمساح ما نعرف شنو، يعني فكره واحده والضحايا كثر. اما رد بالك ما يصير في وقت من الاوقات تم منع كاميرا كاشيه في هولندا لانه تم قتل الممثل. أي. في بوتا ليتر تحط حاجه تشد كيد اللي باش يكون ضحيه قتل الممثل، تم منع كاميرا كاشيه هذيك. الطريف في تونس انه ثم كاميرا كاشيه انت تبدا جايب بنزرت تعرضك تعرضك عبيثه، تعديت في قناه تعتقد او تروج انها قناه محترمه. تو علاش ترجعوا الكاميرا كاشيه الكلاسيكيه؟ اللي كان يعمل فيها رؤوف كوكا واللي عملها محمد العوني واللي عملها صاحبي، ربما محمد العوني الوحيد في ظل كاميرا الصدمه هو اللي حافظ على كاميرا الفكره. اللي شنو معناها كاميرا كاشيه؟ هو صبر اغوار الضحيه، صبر اغوار تلك التلقائيه من اجل اقول اغتصاب ضحكه بريئه. اما ولينا نشوفه في الفجعه. علاش ترجعوا محمد عملناه عمل كاميرا زمان هكا، علاش رجعوا لمتاع الصحبي؟ لانه تلقائيه العربي سنجريه وترافتي وظرافتي شخصيته هي التي ربما تجعلك تطلق الضحك البريئه. اما كاميرا الفجعه اللي عملها معز بن غربيه، اللي عملها علي، نعرفش اللي فيها الهادي زعيم والزلزال والستيرا والتمساح، وقتها الشعب التونسي يحب ينفتح على خطابات اعلاميه اخرى، لانه يلف بخطاب اقول مسطر مسبقا. تويك عاود ارجع اعمل لي كاميرا كاشيه، هذوما العباد ما عادش تتفرج فيهم. واكبر دليل هربوا عم ناول الكاميرا كاشيه نتاع صاحبي. والامتياز ربما عند صاحبي انه عمل فئه معينه، شد لسبورتيف فقط. كان انت ميسا فاهم انا وياك نعملوا مثلا كاميرا كاشيه الفنانين تكون فيها روح، ثم ديفينيسيون. بالك ميسر اولاد الصحافه المكتوبه عندهم قدره على التصور، هذا الامتياز. وبالتوفيق لي ان شاء الله سكسي كيما مناول. فرحانه برشا بوجودك معايا. ربي يخليك، ربي يفضلك، وانت زاده دمتي متالقه لانك انت مش بتنرمي لك الورد. احنا زملاء، احنا اخوات، تعرفني نحبك برشا، تعرفني نفرح لك برشا. نجاحك هو نجاحي، ان شاء الله ربي يوفقك، ان شاء الله البرنامج الرمضانيه برنامج ضيفنا على كيفنا يكون ناجح، وانت عودتنا بالنجاحات. ونعاود نقول راي ميسا باديس كيف صاحبي بكار صنعت روحها بروحها، حتى واحد معطاها كادو، حتى واحد ما قدم لها مزيه. برافو، ربي يوفقك انت والاخيين الكل موجودين معاك، ومجددا ان شاء الله رمضانكم مبروك. شكرا لك. نستناك في حوار مطول عاد بعد رمضان. نخرجوا فاصل وراجعين. معنا هنا سيب اخصائي التجميل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك هنا، متعوده بك في برامجي، انا ماكش وحدك اليوم، معك الاستاذ بسام دريره رئيس الغرفه الوطنيه للحلاقه والتجميل بتونس. اهلا وسهلا. مرحبا بك مدام ميسا، ومرحبا بجميع الحضور. مرحبا بك، عايشك مدام. نورتنا. دونك حضرت معنا الليله ومع مدام هنا باش نحكيو على المهرجان الدولي للتجميل الجراحي بتونس، اللي هو 12 13 و14 فيفري ليامات هذيا. شنو نجمو نعرفوا على المهرجان هذا؟ بالنسبه للمهرجان التجميل الجراحي، هو اول مره صار في تونس ولا شمال افريقيا. قمنا باستقطاب مدربين معناتها من تونس ومن المغرب، وكان فيه معناتها تبادل الافكار، تبادل الخبرات، خاصه بالحق معناتها التجميل الجراحي مش واخذ حظه معناتها في تونس. حبينا ان نعرفوا اكثر للتجميل الجراحي على مستوى شمال افريقيا كامل، وهذه بادره معناتها اول مره كما قلت يصير على شمال افريقيا وفي تونس بالخصيصه. هذا كله احنا شعار نتاعنا كجامعه تونسيه الحرفيه المؤسسه الصغرى المتوسطه، معناتها لدعم السياحه التجميليه في الجمهوريه التونسيه. وين موجود بالضبط اللي هو بيجي؟ هو المهرجان قام معناتها في مدينه ياسمين الحمامات في شهر فيفري، وكان معناتها استحسان كبير من جميع الحاضرين، وكان في حضور مميز من جميع الدول العربيه اللي كانت مشاركه معنا في هذا المهرجان. دونك ابرز الوجوه اللي جات على غرار عندنا المدربه أخصائية التجميل من المغرب كانت حاضرة معنا، عندنا أسماء كبيرة زي كيف من تونس على غرار مدام هناء كانت متواجدة معنا لأول مرة، حصلنا الشرف باش تكون حاضرة معنا في اختصاص التجميل.
والحمد لله معناتها حتى معناتها الحلاقين معناتها كما نقولوا احنا المبتدئين كانوا مع الكفاءات الكبيره اللي هما معناتها اللي خذوا الخبره من عند القدماء نتاعنا. هذا كيفاش لازم تكون الاحتكاك، تكون الاحتكاك ما بين القدماء والمبتدئين، هذيك اهم حاجه. كيف كيف باش تستمروا في دورات اكيد هو بالطبع عندنا ان شاء الله الملتقى الدولي الفخامه والجمال ان شاء الله باش يكون بعد العيد 15 و16 17 18 بولايه المنستير. هو الملتقى الدولي بيكون فيه الخبراء من الاردن ومن الجزائر باش يقدموا معناتها اخر التوندونس في الميكاب وفي التسريحات الشعر. باش ان شاء الله معناتها فما حاجه اللي مشكم باش يكونوا عرض معناتها فرجوي، لا باش يكون فما التطبيق بالنسبه للمشاركين نتاعنا باش يعملوا لمسات نتاعهم. وان شاء الله كيف كيف باش نعملوا معناتها اختيار ملكه شمال افريقيا بالمناسبه في حفله الاختتام ان شاء الله. هاني طيب كاخصائيه تجميل كيفاش شفت المهرجان هذا؟ انا اخصائيه تجميل وعضوه في كيف كيف في الغرفه الوطنيه للحلاقه والتجميل بالجامعه. طياره مش عادي حتى تعرف، استقبال رائع والخدمه بالحق مزيانه على الاخر. هي اللي عندك برشا عضوه في المكتب؟ بون كيت تروا موا هكاك خاطر احنا قمنا بتاسيس الغرفه الوطنيه ما عنديش مازلت جديده، عندنا حكايه سبع اشهر ثمانية اشهر من قمنا بتاسيس الغرفه الوطنيه للحلاقه والتجميل صلب الجامعه، وكذلك تو قاعدين ناسسوا في غرف جهويه على كافه الولايات. وان شاء الله معناتها باش يكون فما زاد كيف كيف باش ندخلوا باش نركزوا خصيصا على المناطق الداخليه، المناطق الداخليه اللي هي بالحق عطشان الحلاقين والحلاقات الكل، موش وصلهم حتى شيء. ماذا بينا احنا نوصلوا للمناطق الداخليه، نوصلوا للولايات اللي ما نقعدوش نخدموا كان على الولايات الكبار، معناتها لازم ندخلوا على الولايات الصغار، الولايات اللي في وسط الجمهوريه هذوكم مشتاقين، كيما نقولوا احنا مثلا عندنا القصرين، عندنا القفصه، عندنا الكيف، عندنا باجة. بالحق دونك باش تدخلوا وسط الولايات هذا مهم جدا، خاصة انه مدام هاني من سيدي بوزيد. هكا ولا؟ هكا ولا؟ دونك انت تعرف الجهات وغيره اللي يحبوا ليزيفينمون كيما هكا. نخلي لك كلمة الختام هاني، شنو تحب تقول فيما يخص المهرجان وكيف كيف زادة اللي يحبوا الناس اللي يحبوا يجيوك في سيدي بوزيد للسنتر نتاعك؟ احنا باش نحكيو اليوم كان على المهرجان كهو. أيوه. عندنا برشا مهرجانات باش نعملوهم ان شاء الله، برشا حاجات جديدة. انا حبيت نعطي الكلمة لسي بسام يحكي كل شيء بالتفاصيل. أيوه. ويفسر كل حاجه في بلاصتها. اكزاكتومون. دونك وكي نحكيو على التجميل عندنا برشا دورات. انت كاخصائيه التجميل حبيت نقول لي انت عندك السنتر نتاعك ونعطي لمحه على هذا باش يفهموا علاش انت موجوده زايده كيف كيف مع الاستاذ. خلي لك كلمه الختام بسام. كما قلت انت موضوع التجميل والحلاقه ما فماش حد فينا ما يمشيش لصالون دو كوافير، كنا نحبوا الجمال. بالحق ماذا بينا تكون فما اكثر دعم للدورات هذه والمهرجانات هذه باش نكونوا ننجحوا، باش نكونوا علاش ما نمشيو احنا للدول الاوروبيه والدول الاخرى، نمشيو ما نجيبوش نخدموا في تونس. عندنا الامكانيات الكل، عندنا الظروف الكل، ان شاء الله فيكون فما دعم من السلطات زاد كيف كيف باش يدعمونا في الموضوع هذا تاع المهرجانات الدوليه، خاصه معناتها يجيو من عديد من الدول حاضرين معنا مدام. ان شاء الله كيف كيف الملتقى الدولي يكون حاجه مميزه وتشرفوني بحضوركم الناس الكل. شكرا. وان شاء الله تنورونا، مرحبا بكم الكل. شكرا ليك، يعطيك الصحة. شكرا ليك هنا طيب أستاذ بسام دريرة، كنا حكينا على المهرجان الدولي للتجميل اللاجراحي بتونس.